بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز معايا. جروب مين اللي مثل المرة اللي فاتت؟ مش فاكر. ايه ولا بيه؟ بيه اللي مثله المرة اللي فاتت؟ بيه اللي مثله؟ يبقى جروب A only. خلاص؟ جروب A only يبص معايا فوق هنا. جروب A only يبص معايا فوق هنا. جروب A only باصين معايا. جروب B بص تحت لو سمحتوا. تقبل الله منا ومنكم. قسم المناسبة. طيب جروب A و B يعني مش جروب A بس. هتقبل الله منا ومنكم. طيب بص بقى، هتمثل عيان كده وكده. خلاص appearing كده. بس بعد ما تعمل كده هيطلع لك ايه؟ ان هو كده. اوكي، هنحتاج نعمل مفيش حد يقول لا طيب هنحتاج نعمل كده. صح، هنحتاج. طب هيطلع كده. اوكي اتفقنا. اتفقنا. طيب هنخليه يعد ال بالنسبة لده، هنخليه يعد لنا بالساعة، يشوف احنا فعلا جبنا الرقم ده، عرفنا نجيبه ولا لا. اوكي، خلينا عشان نسهل نقول اوكي، تسهيلا بس على الجماهير، خليها يعني كده، يعني من كده الى كده، عشان لو ما عرفتوش تجيبوها كويس. اوكي يلا انطلق. بس يبص معايا بقى دقيقة. حصل تطور في الحالة دلوقتي. جروب ايه بس يبص عشان يعرفوه عشان يمثلوه. الأخ ده عدى فعمل كده فلقى ايه؟ كده. لو هو اصلا اللي حضرتك بتمثل معاه من جروب بي لسه ما جابش اصلا قياس الموضوع ده ما تقولش. لو اوريدي جاب قياس هيبقى ابديت هيم بايه؟ بهذه المعلومه. بالنسبه للحته دي لو هو وصل لها هتقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ المعلومات دي. تقول له المعلومات ايه؟ دي. بس كده عشان يبقى ادق. بس all rest بدل all. ماشي including كذا وكذا. اتفقنا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ نعم؟ ها؟
حد جه اللي هو ده وقاس سن. انت ما تعرفش هل هو اتغير ولا هو ادق، ما تعرفش. بتحصل، ده برضه سيناريو حقيقي. خلاص، والسلور اي بي سي دي اي، اوكي، والاي 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 والاي، اوكي. يلا ذيع بقى. نعم، السلايد اللي قبليه. طيب معلش، خليه بس ايه اللي باصين وبي بص تحت، ايه بس اللي باصين وبي بص تحت. اوكي، انت عايز اللي قبليه. ايه ده؟ اوكي، ده اللي قبليه. ماشي، يلا اشتغلوا بقى. نفس العيان، هو نفس العيان. لا بقى، عايز تكتب ايه بس اللي باصين. اوكي خلاص، اشيل اشيل، حد يشيلش. خلاص كله ممكن يرفع راسه عادي. خلصنا خلصنا، نراجع. كيس سيناريو، واحد عنده ستيل كونشسنس ابيرنج انكونشس، لسه ما نعرفش جيس كونت كده ولا بتاع، ريسبونسيف شويه، رابيد اي بي سي مفيش، نيوميريكال اي بي سي دي طلعت الارقام الغريبه دي. مين جاب من 30 ل 40 فعلا؟ مين نجح؟ مين قاس بالساعه؟ كويس، ماشي، مش بطال. 30 40 دي يعني كل ثانيتين، كل ثانيتين واحد اثنين بنفس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، صح؟ يبقى عندي كده، يبقى النفس بتاعي عامل حاجة زي كده.
حاجة زي كده. طيب عايزين اعمله لكم ادق شوية بعدين مش دلوقتي اما تشخصوا الحالة كويس. طيب الساتوريشن كويس قوي، الضغط 100/60، البالس 80، السكر 180. اوكي لما جينا نبص على الضغط بعد شوية المدرس المساعد قاسه لقى ايه 90/60 زي ما قلنا. ساعات ده بيبقى لدقة اكتر من حد مور سينير، ساعات ده بيبقى دقة اقل من حد مور سينير بتحصل برضو، ساعات ده بيبقى نتيجة ان الضغط اتغير، بس في الاخر النتيجة واحدة. مين اللي كلامه صح ومين اللي كلامه غلط؟ خلاص طبعا، خلاص طبعا، خلاص انا اعتمد. وبعدين مفيش فرق كبير قوي بين الاثنين. لا طبعا ممكن تقيس بعديه وتقول له لو تصير على رايك طبعا، لو انت ايه حتى تذكر امتياز بس متاكد من نفسك ممكن تصير على رايك. طيب سلور اي بي سي دي اي ما فيهاش غير ان السي بي بي واطيه شويه طالعه 3 النورمال 5-8 كويس، وبقيه الحاجات نورمال. يعني جيت احط سماعتي على الشست سمعت كده عادي، يورين اوتبوت ماشي كويس 2 لتر في اليوم تمام. بس انا مش متاكد قوي من كلام المرافق برضه. حطيت ايدي على ايده لقيت الايدين سخنه. تشخيصك؟ نعم تشخيصك. نعم ها في حد قال شك، في حد قال ديكي ايه، في حد قال ديكي ايه، مين رأيه ديكي ايه يرفع ايده، مين رأيه شط يرفع ايده، طب مين ادى فلويد تشالنج يرفع ايده، طب مين مداش؟ لا اللي مداش طبعا غلطان، ده انا عندي سي في واطية، عندي ضغط واطي صح. فاول ما الاقي ضغط واطي اصلا سواء من الاول او في اول مرحلة او في تاني مرحلة، شكرا جزيلا خلاص. لا استنى في اول مرحلة او في تاني مرحلة على طول بقى ايه باخد اكشن كويس. هيوزع عليكم دلوقتي شويه ورق ما حدش يقراه دلوقتي، يعني هو هنستفيد منه بعد شويه، هو ورق له علاقه بالستروك. اوكي طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللي ادى فلو تشالنج طبعا صح، حتى لو ما كانش ادى في الاول كان 160، لما كمل ولقى الضغط وطي منه كمان زياده ولقينا كمان السي بقى 3 كان صح قوي انك تدي شويه فلوتس. تتوقع الفلوتس تعلى ولا ما تعلاش، الضغط يعلى ولا ما يعلاش دلوقتي؟ يجوز ان انا اكون في سبسس ولا لا يجوز؟ تمام ممكن ولا مش ممكن حتى هذه اللحظه؟ ديفرنشال دايجنوزس يمشي سنه سبسس. ايه اللي ضد السبسس؟ ايه اللي ضد السبسس؟ ان انا اكون داخل على سبتك شوك، يعني ايه اللي ضده؟ ده انا لو مش في سبسس بس، ده انا سبسس داخل على سبتك شوك او في سبتك شوك فعليا صح، يا سي في واطيه والضغط واطي صح،
بس ضد ده اليورين اب ضد ده شوية. تمام؟ في حد كان قال هايبوفوليميك شوك، في حد كان قال دي كي ايه. عامة انا اديت المحاليل بتاعتي والضغط اخباره ايه دلوقتي؟ قيس كده كام؟ تتوقعي يبقى كام؟ مين رأيه 100 على 60 مثلا؟ مين رأيه 100 على 60؟ انا شخصيا I will vote for 100 على 60 خلاص؟ او 105 على 60 كمان. تمام؟ فهتعمل ايه لما تلاقي المنظر عامل كده؟ تتشجع وتعمل ايه تاني؟ ادي تاني 250 كمان خلاص. بعد ما اديت 250 الثانية لقيت الضغط برضو 105 على 60 تعمل ايه دلوقتي؟ ها؟ تتشجع برضو. لا بس كان في ريسبونس في الاول. ادي كمان 250 خلاص لقيت ان ايه؟ لا ده والله بقى 110 على 60 دلوقتي. ببص على السي بي بي نيك بينز يعني لقيتها عليت شوية كويس. في هذه اللحظة التاريخية يحصل كده. ابنه الثاني مش الاولاني اللي معاه خلاص الاورينتد يجي يقول لك يا دكتور ده اصله كان في معهد السكر ولقوا سكره عالي اديله انسولين. يبقى تشخيصنا ايه؟ غالبا دي كي ايه خلاص. طيب الريسبيرات ريت العالي دي تمشي مع الشك؟ طبعا تمشي مع الشك صح ولا غلط؟ صح. طب الريسبيرات العالي دي تمشي مع دي كي ايه؟ طبعا تمشي مع دي كي ايه. لو حد خد باله وانا بعمل الاي بي سي دي ايه البطيئه عملت كده تعمدت ان انا اعمل ايه؟ اخليه لكم رابد وايه؟ وديب. مش عارف حد خد باله ولا لا؟ حد خد باله يرفع ايده؟ في بعض الناس خدوا باله. خلاص اللي حاصل ايه؟ عندي رابد وديب في نفس الوقت. ليه؟ في حد طلب اي بي جي؟ في حد طلب اي بي جي؟ طبعا لازم يطلب اي بي جي. هو عامه انا اصلا في اي استقبال لو انا في اكتر من واحد يعني لو انا في استقبال مش في الشارع مش في الاوتوبيس وفي حد معايا ممرض اوتوماتيكلي اي حد يجي لك هاي ريسك اصلا طبيعي ممكن تطلب له اي بي جي سبيشالي بقى كمان لو كان عنده اي حاجه في ارقام البي صح. لو ارقام البي في اي حاجه يعني الريسبيرات ريت في اي مشكله او الايه الاكسجين ساتوريشن في مشكله اي حاجه من دول فورا تقوم طالب ايه اي بي جي فورا خلاص. لما تلاقي الريسبيرات ريت فوق ال 30 طبعا تطلب اي بي جي ايا كان حتى لو كان شك وطلع الاي بي جي نورمال. احسن لي من ان انا يفوت عليا عيان هايبر فنتليتنج عشان عنده ايه دي كي ايه مثلا عنده ايه دي كي ايه مثلا. اوكي طيب هنعمل ايه بقى في هذا المريض ابو ديكي ايه؟ تحبوا تعملوا في ايه؟ نعم؟ ده ايه؟ جهاز سكر وده معمل بيحلل سكر. هنستعمل اني واحد مع العيان ده؟ ها؟ مين البطل؟ ده ولا ده؟ اللي رايه ده يشاور كده. طبعا ده خلاص ده ممكن نحلل كده مره فور كونفيرميشن ولا حاجه خلاص. اخد طبعا عينه بتاعتي احللها وبعدين بناء عليه ابدا افكر انا يا ترى هدي اي في ولا هدي اي في انفيوجن اي في بولس يعني ولا اي في انفيوجن ولا هدي اي ام ولا هدي سبكتينيوس. لا عامه في الحاله دي انا فكرت ان هو ديك ايه خلاص وسحبت الاي بي جي بتاعتي تمام لسه ما طلعتش. ممكن اعمل ايه دلوقتي برضه بالمناسبه مهم قوي اعمله دلوقتي لما انا شكيت في ديك ايه هعمل ايه؟ اسيتون نيورين طبعا خلاص هعمل اسيتون نيورين طلع بوزيتيف ثلاثه هو بيبقى واحد او اثنين او ثلاثه خلاص. طيب نتيجه الاي بي جي طلعت تتوقع تلاقي ايه في نتيجه الاي بي جي؟ انهي نوع؟ انهي نوع من الاسيدوزس؟ ميتابوليك اسيدوزس خلاص. نبقى نتكلم في موضوع الاي بي جي ده برضه في مره ثانيه ان شاء الله لو في عمر. تمام المهم ان انا طالع عندي حاجه اسمها اسيدوزس والاسيدوزس ده ميتابوليك ديو تو ميتابوليك ابنورماليتي في اسيدز موجوده في الدم اسمها كيتو اسيدز. اوكي هذه الكيتو اسيدز عامله لي اسيدوزس. تحب تستعملوا انهي نوع من انواع الانسولين؟ انهي واحد من دول؟ اي في ولا اي في انفيوجن ولا انتراماسكولر؟ هتحط الروت ايه وهتستعمل انهي نوع؟ الروت ايه الاول؟
اي في انفيوجن. مين رايه اي في انفيوجن؟ ارفع ايده. مين رايه اي في بولس؟ مين رايه اي ام؟ مين رايه اول اوف ذا اباف؟ انا ارفع ايدي في اول اوف ذا اباف. خلاص هقول لكم هفسر لكم ليه. طب مين رايه سبكوتينيس؟ لا مفيش سبكوتينيس. بصوا يا جماعه من تحت لفوق كده دي الارجنسي. كل ما اكون انا مستعجل اكتر كل ما هعمل ايه؟ كل ما سرعه وصول الانسولين. طب اي في بولس لما انا مسكت 10 يونت اوف انترفينس انسولين قمت فاقعهم ولا ادي 10 يونت على مدار ساعه ايهما اسرع؟ طبعا البولس. انا رميت ال10 في الدم على طول فورا صح كده؟ وده اللي بيتعمل في الريجيمن بتاع الدي كي اي، انك بتدي 10 اي في بولس. طبعا مش هتدي في العيان ده ابو 180 10 بولس، ان هم غالبا هناك اوريدي ادوله لما لقوا هناك سكره 300 ولا 400 ولا حاجه. اوكي فهم اوريدي ادوله هذه الاي في بولس. لو انت في مكان محترم، لو انت في مكان محترم هتبدا تدي اي في انفيوجن. زي ايه؟ زي اي رعايه او زي ايه؟ اي قسم. لو انت في مكان كويس محترم ما فيش مكان في الرعايه بس في اي في انفيوجن ست. ليه بدي اي في انفيوجن؟ ان الانسولين ده عمره جوه الدم وانس وصل مفيش دقايق بيبقى توتالي ايه؟ بيدمر. تمام؟ فاذا لو انا وقفت، لو انا لقيت السكر وقف مني زياده عن اللزوم هقوم عامل ايه؟ قافل البامب خالص، موقف البامب خالص فاصلها على طول هيبدا يظبط معايا. انما لو انا مدي سنه اوفر دوز انترا ماسكولر ايه اللي يحصل؟ مش هعرف اعمل كده. ايه ده السكر بقى 100 بقى 100، ايه ده السكر بقى 70، اعمل ايه في الانسولين اللي موجود؟ اعمل غسيل مصل؟ مش عارف اعمل حاجه، هسيبه يدخل كله واتعامل بقى بناء عليه ادي انا ايه الجلوكوز بتاعي. تمام؟ طيب هل هذا افيلبل ولا مش افيلبل في كل حته؟ مش افيلبل. عندنا في البطنه في القصر العيني على سبيل المثال ما عندناش هذه الاوبشن. فاذا بنعمل ايه؟ نشتغل انترا ماسكولار. خلاص بندي 10 اي في بولس في كل حته، سواء في تحت السلم او في اي مستشفى خاصه. تمام؟ وبعد كده حسب انا فين. لو انا في مستشفى كويسه خلاص هبدا من 6 الى 10 يونت اي في بير اور، وابدا اشوف واقيس كل ساعه وبناء عليه اعلي او اوطي. لو انا في مكان اقل شويه ادي 10 يونت ايه غير الاي في، هدي 10 انتر ماسكولر وكل ساعه اقيس وبناء عليه ادي 10 كل ساعة 10 طول ما السكر بتاعي معدي ال 250. خلاص تعالوا نبص هقول لكم على الروشتة دلوقتي. طيب قبل ما اقول لكم على الروشتة عايز بس اعمل هايلايت سريع على انواع الانسولين اللي موجودة برضو في السوق المصري. ايه ايه ايه, إيه النوع ده الاصفر ده؟ اكتر نوع احنا بنستعمله اسمه رابيد اكتنج انسولين، اللي هو في السوق حد عارف يقرا رابيد اكتنج انسولين؟ ده اشهر نوع اسمه اكت رابيد او نوفو رابيد. خلاص في طبعا انواع اقل شهره اللي هم دول، هم دول حتى مش هقول اسمهم انتوا بس قروهم. خلاص في حاجه ثانيه برضو مشهوره قوي اللي هو بري ميكس انسولين، اللي هو بيسموه الانسولين ميكس سولت. تمام؟ اللي هو بيبقى 30 70. خلاص هقول لكم 30 70 دي معناها ايه دلوقتي، او حاجه اسمها انسولين ميكس برضو 30 70. في نوع اخير اسمه الايه؟ اللانتوس. دي اشهر انواع موجوده او اكتر من انواع شيوعا. خلاص الرابيد اكتنج انسولين بصوا شكله عامل ازاي. بص الاصفر ده هنا دي ساعه الصفر، حد عارف يقرا؟ طبعا الخط صغير جدا. بعد 30 دقيقه بيبدا يشتغل. اوكي على اربع ساعات اخباره ايه؟ دي العلامه دي هي اربع ساعات اخباره ايه؟ ضعيف جدا. على ست ساعات اولموست المفعول بتاعه راح، على لحد ثمان ساعات ايه؟ مفيش خالص. اوكي في نوع تاني اللي هو رابيد اكتنج انسولين انالوج، ده مش موجود في مصر. ده بيبقى بيشتغل فيري فيري سون بعد ساعه الصفر وبيخلص شغله في ثلاث ساعات. ثلاث ساعات يبقى ايه؟ باي باي. ما عندناش من ده. امال عندنا من ايه؟ انترميديت اكتنج متوسط المفعول. خلاص بس متوسط المفعول ده احنا عاده بنستعمله اوريدي مخلوط، بنخلط 30% من ده الاصفر مع 70% من ايه؟ من ده الاخضر. خلاص فبيسموه ده 30 70 او ميكس ستارد او او الانسولين ميكس. اوكي طبعا انا في الدي كي اي مش هستعمل الايه هذا الميكس ستارد. خلاص
لان انا عايز اشتغل ده الوحيد اللي ينفع اديه انترفينس. هو ده اللي انا بديه انترفينس, بديه بكل الطرق. بس انا اخترت في الدي كي ان انا اديه ازاي اي في. طبعا النوع ده دي كده الساعه رقم 12. هو بيشتغل اللي هو الانترميديت اكتنج, بيشتغل لمده 12 ساعه مينلي, واللي بعد كده ضعيف جدا. انما هنا النوع اللي هو اسمه اللانتوس, الانسولين اللي هو جلارجين اللي هو بيسموه في السوق لانتوس, ده بيشتغل على مدار الايه الرقم ده 24. يعني بيقعد اولموست طول ال 24 ساعه ايه شغال. اوكي, هي دي بقى روشته الايه روشته المحاليل. احنا اتكلمنا على روشته الايه الانسولين, خلاص مش هكتبها, انتوا حفظتوها. 10 اي في بولس, ثم 10 اي ام, وبعدين 10 ايام كل ساعة, طول ما تفكر اكتر من كام؟ من 250. اوكي؟ طيب امال المحاليل هديها ازاي؟ 500 سنتي ملح, وبعدين بندي 2 زجاجة على مدار نص ساعة, وبعدين نفس الشيء على ساعة, بعدين على ساعتين, بعدين على 4 ساعات. حد كده مركز يقول لي كده انا اديت كام لتر؟ اديت كام لتر كده؟ 4 لتر. 4 لتر كل زجاجه 500 سنتي, خلاص يبقى انا كده اديت 4 لتر. هم لقوا ان التوتال ديفيسيت بتاع الناس اللي عندهم دي كي ايه حوالي من 4 الى 6 او 4 الى 8 لتر. اوكي, فاذا انا كده مغطي جزء كبير قوي من المطلوب على مدار قد ايه؟ 4 زائد 2 6 و2 زائد 1 7 على مدار 7 ساعات ونص, عوضت كتير قوي من الايه من الديفيسيت. اشتغل بعد كده اللي هم 2 زجاجه على مدار 4 ساعات كونتينيوسلي بقى, هتحسبها هتلاقي ان انت على مدار الثمان ساعات اللي جايين اديت كام؟ 2 لتر. وكمان 8 ساعات يبقى اديت كام؟ 2 لتر كمان, يعني ايه 8 لتر. يبقى انت مدي 8 لتر 4 لتر سوري زائد الاربعه دول, يبقى انت مدي حوالي ايه 8 لتر على مدار 24 اورز. حد فاهم حاجه؟ فانا ببدا بقوه عاليه وبعدين اخف 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 لحد ما اوصل لايه ل 2 زجاجه على مدار 4 ساعات, وكونتينيو على هذا ايه الشكل. هكذا كونتينيو لحد 24 اورز تكوني بتدي ايه كونتينيوس انفيوجن, وبعد كده ايه تري اساس. لو انت في مكان ظريف هناك فيه رعايه, دول اول اثنين. طيب خلاص خد الاثنين, خلاص لو انا في مكان نظيف غالبا هكون اوريدي ركبت سنترال لاين فاعمل اسسمنت عن طريقه. لو انا في مكان اقل جوده هعتمد على ايه بقى, لو انتوا شاطرين على اليورين اوتبوت, وعلى ايه كمان؟ نعم, هأساس انا كلينيكلي ناك فين لو انا شاطر, وايه كمان الهايدريشن ستيتس, وايه كمان هي الصور اي بي سي دي. هي يا جماعه هي الحاجات المهمه, هي اللي هشوفها في الاول هي اللي هشوفها في الاخر. يعني نفس الحاجات في السي كنا قلنا على السي في بي, لو في لاين او كلينيكلي. كان في ايه تاني في السي في السي قلنا ايه؟ الهاند, صح الهاند وورمنس, وقلنا ايه كمان؟ اليورين اوت. اوكي اتفقنا. طيب في نقطه مهمه جدا, نعم لحد بقول لك 24 قفل 24 ساعه وبعدين ري اساس, يعني كل 4 ساعات. كنت بتنزل على مدار 4 ساعات كونتينيوسلي لمده 24 ساعه. في بس كم ملحوظه مهمه جدا جدا جدا, بس عايز قبل ما نسيب الدي كي ايه نتكلم عليه. اول ملحوظه رقم واحد, هل حضرتك لما تدي انسولين في العيان ده هدفك ان انت تحرق الجلوكوز ولا تحرق جلوكوز؟ تحرق الجلوكوز بالالف واللام ولا تحرق اي جلوكوز؟ تحرق الجلوكوز ولا تحرق جلوكوز؟ نعم, مين رايه الف لام يرفع ايده؟ مين رايه من غير الف لام يرفع ايده؟ نعم, انا عارف ان الجمله فضفاضه, بس هي الاجابه الثانيه, ان هدف ان انا احرق اي جلوكوز. خلاص, يعني السكر بتاع العنده لما يوصل 200 هتعمل ايه؟ انت عمال اقعد طخ 10 ايام طخ 10 ايام طخ 10 ايام, او انفيوجن انفيوجن انفيوجن. لو انا في مكان نظيف خلاص سكره هينزل, هيوصل 200 مثلا, وبعد كده 650, وبعد كده 30, وتموت
خلاص. طب امتى بقى امتى بوقف ادي انسولين واقلب على اي حاجه تانية؟ يعني لو وصل سكر 200 مثلا هتعمل ايه؟ بدي جلوكوز. صح كده خلاص، بدي جلوكوز، بقلب على جلوكوز. لو سكر اقل من 250 بقلب على جلوكوز. بقلب على جلوكوز ليه؟ عشان هدفي ان انا مش ان انا احرق الجلوكوز بتاعه العالي اللي هو 300 و400 اللي جاي بيهم، لا ده انا جاي لي دلوقتي في السيناريو ده 180 اصلا، صح؟ فانا الراجل ده بالذات، السيناريو ده بالذات، انا هبدا اصلا من الاول مش بملح، هبدا بجلوكوز 5% اللي بيعادل الجلوكوز ال 5% حوالي 6 وحدات انسولين. ولكن جهاز الوريد وهو اول كميه بتنزل فيه بيسحب جواه حوالي 4 يونت، ولذلك اول كيس بس تعلقه في نفس جهاز الوريد بتحط عليه 10 يونت، وبعد كده بتحط 6 يونت لكل ازازه جلوكوز 5%. هقول تاني، ازازه الجلوكوز اللي هي 5% هي دي اللي انا بعمل عليها. اول ما السكر يقل عن كام؟ عن 250. اول ما السكر يقل عن 250 اقلب على طول، اقلب ايه؟ ان انا ادي جلوكوز تمام وحط عليه 6 وحدات انسولين. احفظ 6 اسهل، بس ما تنساش تحط كمان 4 لما يكون في اول ايه؟ اول لفه. في اول ايه؟ لفه. ليه بعمل كده؟ ليه بعمل كده؟ لان هدفي ان انا احرق اي جلوكوز، مش الجلوكوز بتاع العيان. انا مش هدفي ان انا اظبط له سكره ابدا. ليه بقى؟ امال انا هدفي ايه؟ هدفي ان انا اشغل له الترس المعطل. هو كان في ترس اصلي كلنا واحنا قاعدين دلوقتي بنشغله، اللي هو ترس الكربوهيدرات ميتابوليزم. لما الترس ده يبوظ بعمل ايه؟ بقوم عامل كده اشغل ترس تاني اللي هو الايه؟ الليبيد ميتابوليزم، وابدا احرق، ابدا اكسر ليبيد واطلع كيتون بوديز بالهبل. كيتون بوديز دي تعمل ايه؟ هي اللي تعمل الاسيدوز وتعمل بوليوريا. خلاص ليه؟ لانها بتبقى عندها هاي اوزماتيك بريشر، هتنزل في اليورين تعمل لي بوليوريا، تعمل لي اسيدوز. الترس الغلط ده انا محتاج اعمل ايه؟ اقول له لا خلاص كفايه خلاص. هيقول لي طب ما انت ما عندكش طاقه، اعمل ايه؟ يفضل شغال. يقول لي يا عم ارحمنا، يفضل شغال. الحل الوحيد انك تعمل ايه؟ انك تشغل الترس الثاني. لو هو سكره عالي الحمد لله، الانسولين من عندي والانسولين من عندك، وايه ودق يا مزيك مفيش مشكله، يبقى احنا عاملين تعاون مع بعض، عنده حته من عندي. طب افرض هو بعد ما اديت بتاعنا سكره ظبط او نزل عن 250، هبدا انا اعمل ايه بقى؟ ادي جلوكوز ومعاه الانسولين ايه بتاعه. اتفقنا على هذا الكلام؟ الحته دي مهمه جدا. طيب فاضل حاجه في الروشته دي لازم اكتبها مهمه جدا. نعم الله ينور عليك. البوتاسيوم هعمل فيه ايه بقى؟ البوتاسيوم بيدخل مع الانسولين مع السكر. اي شويه انسولين تديهم مع اي شويه سكر انترسيلر على طول، خلاص بعد شويه هيحصل لك هايبوكاليميا. فالحل في الناس دول ايه؟ ان انت تستنى ساعتين. طبعا احنا معاملنا بتتاخر، افتراض ان معاملك اتاخرت يبقى اول ساعتين ما بتديش بوتاسيوم، وبعد كده بتحط امبول بوتاسيوم على كل زجاجه من اي نوع. امبول بوتاسيوم الامبول الواحد ده فيه 10 ملي ايكويفالنت، هو امبول واحد 10 ملي ايكويفالنت. تقوم ايه تكسره كده، تقوم مفرغه في كل زجاجه ملح او جلوكوز، بتكتبها كده امبول بوتاسيوم على كل زجاجه ملح او جلوكوز. اوكي اكتبها لكم بس عشان ايه ممكن تكتبوا معايا. اذا كان السكر اقل من 250 اقل من 250 يبقى هندي ايه؟ جلوكوز 5% وعليه ست وحدات انسولين. واذا كان الجمله الثانيه اللي هكتبها هنا ايه هي لو حد مركز معايا؟ ها حد مركز معايا؟ بدل اقل هكتب ايه؟ اكثر
منه. فاضل جملة واحدة تحت لو حد مركز معايا اللي هي ايه؟ ايه الجملة اللي انا هكتبها دلوقتي؟ هنقول بوتاسيوم على كل زجاجة. فانا سهلة؟ طيب يبقى انا عندي، انا بفكر في ثلاث حاجات، بفكر في الفلويد ستيتس بتاعته. الراجل ده اللي عنده ديك ايه عنده ثلاث مشاكل، عنده مشكله سكر، عنده مشكله فلويدز، عنده مشكله الكترولايتس، صح ولا لا؟ وبالتالي انا روشتتي فيها الثلاث حاجات، بتكلم على الانسولين عشان السكر، بتكلم على الفلويدز يا اما ان انا هدي جلوكوز يا اما هدي ملح، وبتكلم على الايه البوتاسيوم. دول الثلاث محاور بتوع التفكير في العيان الايه الدي كي. نقلب بعد ما العيان ده بقى ادخله الاسم. اسالي في الاخر عشان بس ايه، انا عارف ان في اسئله هتطلع دلوقتي. في حاجه اسمها سلايدنج سكيل. اول ما الراجل ده سكره يظبط، انا طبعا الاي بي جي بتاعي طلع فيه ميتابوليك اسيدوزس، هعمل اي بي جي كل 12 ساعه، هعمل بوتاسيوم على الاقل كل 8 او 12 ساعه حسب امكانياتي، تمام؟ وهعمل ايه تاني؟ سكر كل ساعه. اول ما الاقي الحاجات بدات تظبط، يعني على الاقل السكر ظبط والاسيدوزس ظبطت، خلاص الاسيدوزس عندي هتبقى اهم من الاسيتون. الاسيتون ممكن يلاج معايا شويه، ممكن يقعد معايا 6 ساعات زياده 8 ساعات زياده، يبقى انا اسمي بالتعبير الدارج بتاعنا فكيت من الـ من الـ من الدي كي اي، ريكفرد من الدايابيتيك كيتو اسيدوزس، بس فاضل عندي شويه لاج في الاسيتون على ما الجسم عامل له كليرنس، مش مشكله. انما اللي هيهمني ان الاسيدوزس ايه راحت. افرض الاسيدوزس راحت بلس اور ماينس الاسيتون ايه راح، هبدا اعمل ايه؟ اقلب على حاجه اسمها سلايدنج سكيل. ما هو السلايدنج سكيل بقى يا جماعه؟ مين اللي عارف السلايدنج سكيل هنا يرفع ايده؟ اللي هم بيسموه بالعربي انسولين مائي حسب اعطاء انسولين مائي حسب الجدول. مين شاف الجمله دي؟ كويس. مين فاهمها؟ مين مش فاهمها؟ طيب هقولها مع انها مش تبع الطوارئ، بس ايه، لان هي حاجه كلكم هتحتكوا بيها كتير. السلايدنج سكيل عباره عن انا بقيس السكر كل 6 ساعات. ليه كل 6 ساعات؟ حد مركز؟ ليه كل 6؟ نعم، عشان الكيرف اللي انا لسه مرهولكم الاصفر، فاكرين الكيرف الاصفر كان بيخلص المفعول معظمه بعد 4 ساعات وتقريبا كله بعد 6 ساعات، وبالتالي انا كل 6 ساعات بقوم قايس عشان ايه، ابقى مغطي كل 6 ساعات، هقيس السكر وادي انسولين اكوردنجلي. حد مركز معايا في النقطه دي ولا لا؟ طيب السلايدنج سكيل عامل كده، بقيس السكر لو هو من 150 ل 200 خلاص بدي 5 وحدات، لو من 200 ل 250 بدي 10 وحدات، من 250 ل 300 بدي 15 وحده، من 300 ل 350 بدي 20 وحده، اكتر من 350 ما بديش ايه اياتها حاجه. بص بقى المنظر ده ايه اللي حصل دلوقتي، شايف المنظر ده ايه اللي حصل؟ حركت السكيل لتحت، هتقول لي مش فاهم اصلا قبل ما اتحرك السكيل لتحت. هقول لك تاني، حسب السكر عالي ولا مش عالي احتياجي بالانسولين هيزيد، صح؟ كل ما السكر في الدم بتاع العيان لما قسته طلع عالي، كل ما انا احتجت ادي وحدات انسولين اكتر، صح ولا غلط؟ مين موافق يرفع ايده؟ تمام. بس في ناس بخاف ادي معاهم كده، في ناس بخاف ان انا ادي على 150 او 200 ادي انسولين. على فكره بيكتبوا بقى في الروشته كده برضه، لما يجي تكتبوا الجدول ده بيكتبوا اقل من 150 لا شيء، اكتبوا كده اقل من 150 لا شيء، او من 100 من 100 ل 150 لا شيء، خلاص. وساعات بيزودوا برضه جمله يقول لك اقل من 60 او اقل من 70 اعطاء 100 سم جلوكوز 25%. اوكي، بس اهم حاجه في كلمه سلايدنج سكيل معناها هذا، خلاص. طب مين العيان اللي انا خايف اخاف ادي 5 وحدات على 150 ل 200؟ ابقى عايز من 150 ل 200 ادي لا شيء برضه، واجي على 200 بقى ابدا ادي. مين العيان اللي كده؟ نعم، مين حد يرفع ايده ويقول لوحده؟
عيان هيباتيك. مين كمان؟ كوما. مين كمان؟ ها؟ يعني مين كمان؟ ممكن ايه كمان؟ نعم؟ history of repeated hypoglycemia او hypoglycemic attack. فضلك انت واحدة صح؟ ها ايه كمان؟ الورق اللي هو بيديهولكوا ده رتبوه عندكم بالترتيب اللي هو بيديهولكوا بيه. غالبا it's too late اللي انا اقول لكم كده صح؟ بنفس الترتيب اللي هو ايه اديهولكوا بيه. طيب ليه في الهيباتيك؟ لان عنده مشكله في الايه؟ ليه في الهيباتيك في مشكله؟ ليه في الهيباتيك في مشكله؟ عشان مشكله البلايد اتفقنا عليها. ليه في الكوما في مشكله؟ لان انا ما اعرفش اهله هياكلوه كويس بعديها ولا لا، مش ضامن المرافقين قوي، ممكن يديله الانسولين بتاعي ويقوم ايه هو ما ياكلوهوش من هنا يدخل في هايبوجلايسيميا. الناس الستروك انا دايما بحب انعنشهم وادلعهم، بحب ان انا اخلي دايما السكر عالي شويه، الاكسجين عالي شويه، الضغط عالي شويه، لدرجه ان هو من ضمن الجايد لاينز بتاعه الستروك ان انت خلال اول 24 ساعه لو ضغطك مش معدي ال 220 على 120، لو مش معدي يعني لو مثلا 215 على 115 ما تديش اي انتي هايبرتنسيف. طب هو كان اصلا ماشي على كابوتين قبل ما يجي، كان اصلا ماشي على نورفاسك قبل ما يجي. كابوتين ده اللي هو كابتوبريل اللي هو ايس انهبيتر، نورفاسك اللي هو نايفيديبين، لا امليديبين اللي هو كالسيوم شانل بلوكر. خلاص ها تكمل ولا ما تكملش؟ ما تكملش، ما تكملش خلاص. حتى لو اوريدي كان ماشي على ادويه الضغط وتستنى 24 اورز، حد فاهم حاجه؟ يبقى انا من كتر ما انا في الستروك عايز اعش الايه الحته اللي فيها انفاركشن، لان حواليها في حته اوف ايه اوف اسكيميا، فانا لعبتي كلها ان انا الحته اوف اسكيميا دي اللي هي دلوقتي مش فانكشنينج كويس تشتغل بعد شويه، تبدا تفانكشن كويس بعد كده. فتلاقي الويكنس اللي هي كانت مثلا ليفل كده بيرسموا هم كيرفات للويكنس، يقول لك بعد كام ساعه بقت كذا وبعد كده بقت كذا، تمام؟ فتلاقي كيرف الويكنس بدا يعمل كده، واخد بالك؟ بدا يعلى كده لان انا حافظت على الحته اللي هي فيها اسكيميا. بالظبط النظريه برضه في المايوكارديال انفاركشن، برضه بيبقى في حته اوف انفاركشن وحته حواليها اوف اسكيميا، ولعبتك ان انت تحاول تلحق الحته اوف ايه اوف اسكيميا. يبقى في الثلاث حالات دول كوما وستروك وهيباتيك، وزود عليهم كمان الرينال. الرينال ايه؟ بيشنتس. ليه؟ في حاجة اسمها انسولينيز. أول ما تلاقي عيان جاي لك في العيادة يقول لك يا دكتور أنا كان عندي السكر والحمد لله راح. راح، ظبط. طب أنت بقالك قد إيه ما بتروحش للدكاترة؟ بقالي سنتين. فكر في إيه؟ ها؟ فكر إن الراجل ده جاله كرونيك كيدني ديزيز، خلاص الانسولينيز بتاعه في حاجه اسمها انسولينيز موجوده في الكيدنيز ما بقتش تشتغل، فالانسولين اللي كان موجود كده كل ما يطلع شويه تتكسر، كل ما يطلع شويه تتكسر، لا هيطلع مش هيتكسر، فيبدا يعلى يبدا يظبط له الايه؟ الانسولين، اوكي؟ يبدا يظبط له قصدي سكر. سؤال على الماشي كده، امتى هتنفستيجيت روتينلي لعيان دايابيتك؟ يعني جالك مثلا برضه خالك او خالتك او عمك او عمتك قال لك يا ابني انا عايز اعرف اطمن على نفسي، عايز اطمن على نفسي، احلل نفسي سكر ولا ما احللش؟ في مجموعه حاجات لو اي حد لو اي واحده منهم موجوده يحلل، لو في سيمتومز طبعا هتحلل، يعني بوليوريا بوليديبسيا، ايه تاني؟ فاميلي هيستوري ماشي، لوس اوف ويت ماشي، اوبيزيتي برضو ماشي. نعم هيجي لك بكمبليشن يبقى انت دكتور ضايع، ده لو خالتك او خالتك جاي. نعم برضو تبقى ضايع قوي لو انت بتشخص على هذا المستوى من التاخير، بس طبعا لو هتلاقي كده هتعمل طبعا. هايبرتنشن ماشي، اكتر من كام؟ ايه الرقم اللي عنده لازم تحلل؟ بص بقى بعد ما اقول لكم الحاجات دي هيطلع ان كل قرايبكم المفروض يحللوا.
اول حاجه اني هوسبيتال ادمشن. اي حد يدخل المستشفى لازم روتين اللي هتعمل له ايه، لان غالبا طالما ادمتد يبقى في عنده حاجه بريسك على الاقل متوسط ان لم يكن هاي. اتفقنا؟ طيب اتنين، سن اكتر من 45 وغالبا كل خالاتك وخالاتك وخالتك وخالاتك وعماتك كلهم اكتر بعدين 45. حد اوبيز خلاص، وثلاث ارباع المصريين اصلا اوبيز. ضغط اكتر من 130 90، تمام، كوليسترول عالي، او حد عنده ايه بري دايابيتس، يعني عنده امبيرد جلوكوز تولرنس او مشكله في الفاستنج بلاد جلوكوز، يعني اكتر من 100 لو فاستنج واكتر من 140 لو انت بنتكلم على ايه على بوست ترند. تمام، افكركم بقياسات السكر ولا مش لازم، بالليفلز بتاع السكر ولا مش لازم افكركم؟ افكركم عشان بس كلمه بري دايابيتس. راندوم بلاد شوجر بتاعي، اي راندوم شوجر اعمله لو السكر اقل من 60 اقعه فورا. ده ايه ده؟ ده اي عيان في الدنيا ما تفكرش في كونتر اندكيشنز ولا سايد افكتس ولا اي حاجه. الانسولين عامه ملوش سايد افكتس، والسكر اقل من يعني ما فيش، قصدي مش سايد افكتس، ملوش كونتر اندكيشنز، مفيش حاجه اسمها كونتر اندكيشنز انسولين. هو الانسولين بما ان هو اصلا موجود عندنا كلنا، فايه كل الفكره تبقى سايد افكتس، زي ان انا لوكال مكان بقى لوكال الانجكشنز والكلام ده. تمام. طيب الراندوم بلاد شوجر بتاعي لو اقل من 60 لازم هدي ايه جلوكوز 100 سنتي 25%. طيب الفاستنج بلاد جلوكوز الطبيعي بتاعي مسموح لحد كام؟ نعم، كان 110 زمان، بعد كده خلوها 100، من 70 ل 100 هي النورمال. طب لو واحد عنده من 100 ل 125 هنسميه ايه؟ امبيرد فاستنج بلاد جلوكوز. خلاص. طب لو حد عنده من اكتر جريتر ذان ايكوال تو 126، ده كده الدايابيتيك رينج. لو انا عايز احفظ رقم واحد بس احفظ ايه؟ احفظ ايه؟ 100. اكتر من 100 مش طبيعي. مش طبيعي قد ايه؟ لو لحد 125 او يعني جريتر ذان ايكوال تو 126 يبقى دايابيتيك. فانا لو عايز احفظ رقمين احفظ 100 واحفظ ايه؟ 125 او 126، ايهما بتحبه اكتر؟ خلاص. المهم ان هم لو عايز احفظ رقم واحد احفظ 100. طيب بالنسبه لل 2 hours post transient مسموح لي لحد كام؟ لسه قايل انا، لسه قايل. طيب 140 نورمال، من 140 ل 200 امبيرد جلوكوز تولرنس، اكتر من 200 انا كده دايابيتس. خلاص. لو اي رقم من دول معاه سيمتومز خلاص انا كده هشخص. لو اثنين منهم، لو الاثنين موجودين برضه هشخص. اتفقنا؟ يعني لو الفاستنج والبوست بلاند الاثنين ملخبطين هشخص. طب لو واحد بس منهم ملخبط لازم افولو اب. خلاص. بس لو واحد منهم ملخبط ومعاه سيمتومز هشخص برضه. اتفقنا؟ طيب يبقى لو هحفظ رقم واحد احفظ 100 في الفاستنج واحفظ 140 في الايه؟ في البوست بلاند. برضه حاجه عملي عشان الناس اللي منكم هينزلوا مستشفيات، اللي هو اغلبيتكم، اللي هو تقريبا كلكم. خلاص. طيب ايه المنظر ده بقى؟ في طريقتين للتعامل مع السكر العادي بعد ما احنا مش فاكرين السيناريو بتاع الدي كي ايه اللي احنا كنا فيه. شخصنا بقى الدي كي ايه، والشاب ده كان عنده مثلا 20 سنه، وادينا رجمن الدي كي ايه اللي احنا اتكلمنا فيه على ثلاث محاور. حد يفكرني بيهم؟ ها بسرعه كده ونصحصح. صح. ها هتدي جلوكوز 5% لو اقل من، لو سكر اقل من 250 عليك حاجه، وادي صلاين لو اكتر من 250. تمام. وايه كمان؟ بتبتسم على كل ازاز، بتبتسم على كل الزجاجه لحد ما ايه، بعد ساعتين لحد ما تحليل البوتاسيوم يطلع. ايه كمان؟ طب لو طلع تحليل البوتاسيوم عادي بعد ساعتين اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ادي برضه. طب لو طلع هايبوكاليميك بعد ساعتين هعمل ايه؟ ادي برضه. طب لو طلع هايبركاليميك بعد ساعتين هعمل ايه؟ اوقف بقى البوتاسيوم واستنى شويه واتوقع ايه اللي يحصل بعد شويه.
هيظبط تاني لوحده. اوكي يبقى اتكلمنا عن محور المحاليل، محور البوتاسيوم، وفضل عندي محور هو الايه العادي التلقائي اللي هو الاراوي العينه اصلا هيعملوا لوحدهم لما يدوا ايه انسولين، صح ولا لا؟ خلاص يبقى دول الثلاث محاور. ظبطنا العيان قلبناه على سلايدنج سكيل اللي انا لسه وريته لكم من شويه لمده ايه لمدة يوم 24 ساعة 48 ساعة كده. حاضر اجاوب الاسئلة حالا. بعد ما عملت كده هبدأ افكر انا عايز بقى ايه بيسموها برضو بالتعابير الدارج بتاعنا افكسد العيان. خلاص افكسد العيان يعني ايه افكسد العيان؟ يعني اخليه فكس، اخليه يمشي على فكس دوزز. خلاص الفكس دوزز دي تمام بعملها ازاي؟ لقيت ان انا بعد ساعات السكر مثلا كان 250، حد مركز يقول لي كده انا المفروض اديله كام وحدة؟ محدش يقول كل واحد يحسبها وبعد كده هسألكم. او بلاش 250، خلينا نقول مثلا لقيت سكره في اول قياسة 180، هديله كم وحدة؟ هديله 5 وحدات. طيب لقيتها 280، هديله كم وحدة؟ 15. طب لقيتها 210، هديله كم وحدة؟ 10 وحدات. خلاص القياسة الرابعة احنا كده ادينا مرة 5 ومرة 10 ومرة 15، صح؟ القياس الرابعة حاضر. القياس الرابعة لقيت السكر برضو ايه 220، هديله كم وحدة؟ 10 وحدات. يبقى احتياجي في اليوم كله كم وحدة كده؟ حد مركز وحسب كام؟ احنا ادينا مرة 5 ومرة 15 ادي 20، وادينا 10 تاني يبقى 10 و10 ادي ايه توتال بتاعي بقى 40. الأربعين دول أقسمهم تلتين وتلت، تلتين الصبح وتلت بالليل، يعني حوالي 25 الصبح و15 إيه بالليل. خلاص وبدل 15 بدل 25 و15 دول إزاي؟ لو حد مركز بديهم ميكستر اللي هو 30-70. خلاص يعني على أنهي خطة من اللي عندنا فوق دول؟ على أنهي خطة؟ على أول واحدة اللي فوق خالص بالظبط اللي هي فيها، فاكرين الكيرف الأصفر؟ ففي كيرف الاصفر احنا شفناه من شويه ولا لا؟ اللي كان بيشتغل على 6 ساعات، في كيرف اصفر اهو صح اللي هو رابيد اكتنج، بيشتغل بيغطي وجبه الايه الفطار تمام. طيب بصوا بقى على الكيرف الثاني ده، في حته اصفر حته صفرة برضو بس هناك كده، ده بيغطي وجبه الايه وجبه الايه العشاء. طيب اخبار الكيرف بقى الاخضر ده اخباره ايه؟ نعم الكيرف الاخضر ده عباره عن ايه؟ نعم ده المينتنس تمام. الانسولين سكريشن عندي اصلا في الجسم بتاعنا كلنا بيعمل كده، واحنا بس بنحاول نقلده. يعني في حاجه اسمها بيزل انسولين سكريشن طول الوقت شغاله، بحيث ان طول الوقت في انسولين موجود في انسولين موجود في الدم، طول الوقت في سكر موجود في الدم، طول الوقت كل التيشوز بتاعتنا بيوصل لها سكر، صح؟ بيوصل لها سكر عن طريق شويه الانسولين مع شويه السكر، وبعدين اقوم ضارب الوجبه المتينه مديها ابو شقره مديها البغل، ويحصل ايه؟ مره واحده بقى فيه سكريات كتير، مره واحده محتاج محتاج الانسولين يعلى كده. خلاص فانا بعمل ايه؟ بدي الانسولين هو الميكستارد اللي هو مخلط 70% منه اخضر 30% منه اصفر اللي هو ايه رابيد اكتنج. معايا كده؟ هتقولي في مشكله كبيره جدا، انت ناسي ان انا باجي على الساعه 2 كده بضرب الغدوه التمام ولا ايه؟ ناسي ولا مش ناسي؟ طبعا متناسي تمام. المفروض ان انا الاحلى هي التحتانيه دي، الاحلى والاكثر يعني طبيا افضل اللي هي التحتانيه دي تمام، لان دي بتغطي هنا وجبه الايه الغدا. بس الاستجابه بتاعت العيانين ان انا افقعه 3 حقن في اليوم واطيه جدا، فبضطر اقول له ايه؟ بص هنتفق مع بعض اتفاق، بدل ما اديك 3 مرات هنديك ايه؟ 2 مرات بس، بشرط هتخلي وجبه الفطار بتاعتك هي اللي تقيله، وتخلي وجبه الغداء بتاعتك خفيفه خالص، تخلي وجبه العشاء بتاعتك هي اللي ايه؟ هي اللي تقيله. اتفقنا على هذا الكلام؟ ايوه يا دكتور اتفضلي.
في العيان اللي هو بي كي ايه هديله 10 اي في بولس فوريا قنبله. نعم. وبعد كده حسب الليفل، لا بعد كده هفضل اقيس كل ساعه، لو اكتر من 250 هكمل في الانسولينات بتاعتي ومعاهم الايه الصلاينات بتاعتي، لان انا بدي الانسولين من عندي ومش محتاج ادي معاه جلوكوز، الجلوكوز اللي في دم العيان لوحده يكفي. اقل من 250 هعمل ايه؟ هدي انسولين برضه بس هديه على الجلوكوز، هدي جلوكوز ومع الانسولين بتاعه عليه في نفس المحلول، والبوتاسيوم عليه برضه في نفس الخلطه السحريه، هيبقى عندي خلطه جامده قوي، جلوكوز عليهم بوتاسيوم عليهم انسولين. اتفقنا؟ لو وقفنا الاثنين ازاي؟ هو قال 250 هتسيبه. الدكتوره بتسال سؤال، لو حد فيكم فاهم شويه في الفيزيولوجي او في الباثولوجي بتاع العيان ده هيجاوب عليه. هي بتفترض افتراض، تقول لك طب افرض انا لقيته اقل من 250. الحمد لله بركه يا جامع، مش انا كنت اللي هدفه ان هو يقلل السكر هيعمل كده؟ هيقول لك اه الحمد لله مش انا ظبطت له سكره خلاص، فاقوم شايل ايدي خالص، ولا اديته جلوكوز ولا اديته ايه انسولين. ايه اللي يحصل؟ تتوقع ايه اللي يحصل؟ اول حاجه هتحصل حد يرفع ايده ويقول لي، اول حاجه هتحصل ان دي تاني حاجه هتحصل، اول حاجه هتحصل نعم، لا مش هايبوكاليميا، ها هايبرجلايسيميا. اول حاجه هتحصل ان السكر هيبدا يعلى معايا تاني، لان اوريدي الانسولين قليل جدا، اوريدي السكر موجود في الجسم طبيعي والميتابوليزم شغال، والعيان هيبدا سكره، الجلوكوجون هيطلع والادرينالين هيطلع وكل الحاجات دي هترفع لك السكر تاني. تاني حاجه هتحصل ان اصلا الدي كي ايه مش هيبقى تصلح كفايه، حتى لو انا صلحته جزئيا هيبدا يبوظ مني تاني، لان هو هيبدا الترس اللي كان بدات اشغله اللي هو بتاع جلوكوز ميتابوليزم هيقف، يبدا الترس التاني يشتغل، طلع لي الكيتون باديز تاني واسيدوزس تاني، وتنير الدنيا بستين طين من اول ايه وتاني. خلاص يبقى ده كده ايه سيناريو الدايابيتيك كيتو أزوز. فاضل لي معاكم ان انا كان ليا عندكم ربع سيناريو اللي هو بتاع الايه الكوما، بتاع الايه الكوما اللي انا عملته لكم قبل الصلاه. لو تتذكروا الراجل ده كان ايه اللي حصل معاه؟ كل اللي حصل معاه ان احنا قلنا ان هو كان بيعمل كده، خلاص كان عمال يعمل ايه كده. خلاص حد يفكرني كده احنا عملنا معاه ايه؟ عملنا شيكن شوت، ما احتاجناش، مش مهم احتاجنا او ما احتاجناش، هو ريسبونسيف. عملنا رابيد اي بي سي، ما احتاجناش. عملنا نيوميريكال، صح عملنا نيوميريكال، طلع ارقامه عامله ازاي؟ كان عالي الريسبيرات ريت بتاعه شويه وكان بيعمل كده، صح؟ وساعتها انت قلت هنديله فنتولين وهنديله ايه؟ او هنديله فاركولين ونديله ايه؟ اتروفنت. وبعدين قلنا ايه كمان؟ ان احنا ادينا له فلو اكسجين طلع مننا زياده ففنيخ مننا، لان هو ايه؟ الهاي فلو اكسجين ده بيعمل ايه؟ ما اتكلمناش احنا في بيسبرس الريسبيراتوري سنتر. الريسبيراتوري سنتر بيشتغل عن طريق حاجه من اثنين، يا اما تمام، يا اما ان انا اصلا الاكسجين عندي واطي، يا اما ان انا سي او 2 بتاعي عالي فينا كلنا، تمام. الشخص اللي هو عنده كده ده غالبا عنده سي او بي دي من زمان قوي، خلاص هو عنده ايه سي او بي دي، وبالتالي سي او 2 عنده عالي برضه بقى كتير، وبالتالي الريسبيراتوري سنتر ما بقاش يستجيب تاني للسي او 2. بقى مين اللي بيعمله ستيميوليشن؟ الاكسجين. قمت انا عامل ايه؟ مزود له الاكسجين، ضيعت له الهايبوكسيا فنيخ مننا، تمام. طيب العيان ده عشان نكمل بس السيناريو بتاعه، هرجع ريوايند 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 قبل ما اعمل العمله بتاعه الايه الاكسجين. لا انا ظبطت الحمد لله الاكسجين وخليته فعلا 2 3 لتر كده في الاحتياطي، اوكي، وبدات اشتغل معاه. خلاص عايز اعمل له ايه بقى دلوقتي؟ هعمل له اي جي، سحبت الاي جي وبعتها الايه المعمل. اعمل ايه دلوقتي؟ بالس اوكسيمتر، حطيت البالس اوكسيمتر بعد، احنا كنا حاطين بالس اوكسيمتر في الاول مش كده؟ كان بايظ
صح، لقينا في سنتر ساينوز. الله ينور عليك. هنعمل ايه دلوقتي؟ سالبيتامول. نعمل ايه تاني؟ ممكن ندي اتروبنت لو مستجابش. ادينا خلاص اتروبنت، وادينا فاركولين، وادينا اكسجين وبتاع. المهم الراجل بدا هنبدا ناخد هيستوري. بس قبل ما ناخد هيستوري المفروض نعمل ايه؟ نقفل بقى، نقفل البرايورتي. السلور اي بي سي دي اي ما عملناهاش صح؟ طيب نعملها يلا. الجاست سمعت صوت عامل كده، حطيت سماعتك بقى، انت كنت سامعاني من غير سماعه عامل كده خلاص. حطيت سماعتك بقى سمعت ده اسمه ايه؟ نعم ويزز. لا ما اسموش ويزز، اسمه ويزز اه بس يعني ده وصف بلدي قوي. اسمه فيزيكولر بريذنج وذ برونج اكسبيريشن. خلاص احنا في الطوارئ بقى بنعمل كده ولا بنقول ويزز؟ حقيقه بنقول ويزز بيني وبينكم خلاص، بس عشان انا عارف عشان في ناس هنا كنت بدرس لهم سنه خمسة وبقول لهم كان مكانهم في سنه خمسة دلوقتي في امتياز، فلازم نشتغل كلاسيك ان انا اقول ايه فيزيكولر بريذنج وفرونج اكسبيريشن، وايه كمان وهقول ان في جنرالايز رونكاي نوعها ايه، سيبلنت ولا سيبلنت هو اللي بيبقى صوته عامل كده. السونرس بيعمل كده يبقى عامل زي الايه؟ زي الشخير خلاص. فانا سامع جنرالايز سيبلنت او سونرس مش هتفرق، المهم ان هو بوليفونيك ما هواش صوت صفاره لا هو حاجات كتيره مع بعض، هتلاقي كل التونات شغاله مع بعض او كده برضو، حتى السيبلنت كل التونات خلاص. لو ده على لو ايدي دي هي الجهاز بتاع الكاسيت هتلاقيه بيعمل كده، مش كلكم بتشوفوا بتاع الايكولايزر ده اللي بيلعب في الكاسيت خلاص، يبقى بوليفونيك في حاجات كتيره بتلعب، مش لو هو مونوفونيك تلاقي واحده بس بتلعب. المهم ما علينا، المهم الراجل ده عنده ايه؟ تزي ليه زيق خلاص. اعمل لي بقى جلاس كوما سكيل، حد يعمل لي جلاس كوما سكيل. مين يتطوع وما طلعش معايا لحد دلوقتي ومزوغ؟ تعال. لا بلاش انت، استنى محتاج ولد بس عشان اغلس عليه محتاج ولد المره دي، حد يطلع كده تعالى انت طلعت قبل كده كتير صح؟ عايز حد ما يشاركش. تعالى يا باشا. طلعت قبل كده؟ تعالى تعالى، ما تخافش تقلقش. طب تعالى خلاص، هيبدا يعمل جهاز ماسكيل اي وفي وام عادي جدا خلاص، بس هنطلع هنا عشان الناس تشوفنا. الاي اخبارها ايه؟ سيبنا ننام بقى حد يحب يقول له حاجة يغششه يقول له حاجة. نعم كده كام؟ كده كام الاي اوبننج؟ كام الاي اوبننج؟ 4 ولا 3 ولا كام؟ 2. يبدو انها 2. اوكي والفيربال ريسبونس ايه؟ ما حاولش حاول كده. سيبنا بقى يا دكتور، سيبنا نام يا دكتور. Mm-hmm.
اقعد بقى. تدوني كام؟ نعم؟ تدوني كام؟ الفيربل كام؟ الفيربل كام؟ مش انا قلت سيبني انام يا دكتور؟ دي جملة ولا مش جملة؟ تبقى كام من كام؟ 4 من 5 على الاقل. تمام؟ الاي اوبننج ادتوني 2 يبقى انا كده 6. الموتر ادتوني كام؟ 4 لوكاليزيشن ولا جود؟ جود لوكاليزيشن يبقى 5. يبقى كله كام؟ 11. غلط. دي بس الفخ الوحيد في جلاس كوماسكين هو في الناس اللي عندهم CO2 ناركوزس. ناركوزس يعني ايه ناركوزس؟ ايه الناركوتكس؟ الناركوتكس هي المخدرات اللي بتنيم، خلاص، المنومات. السي او 2 بيعمل ناركوزس حلو قوي، بينيم جدا، خلاص. فتلاقي الشخص اللي عنده سي او 2 ناركوزس يعمل معاك كده، تمام. عارف ايه اللي يفقسه؟ انك تعمله بينفل سيميليشن. هو ما عملليش بينفل سيميليشن قوي، ما اضطرش صح. هو عمل لي بينفل سيميليشن مره واحده بس تقريبا لما انا مع الاي اوبننج، وبعدين سابني كتير، وبعدين حاول يعمل فيربال سيميليشن. ايه اللي يحصل في الحاله دي؟ هديله ارقام خاطئه جدا. عارف لو هو عمل لي كده فصحيت، عمل لي تاني كده فصحيت، فبدا يكلمني بعد ما عمل لي بينفل سيميليشن على طول، يا حاج. خلاص هو قايل له ايه؟ ايوه يا ابني انا كويس، ازيك؟ خلاص هيقوم عامل كده تاني، هقوم قايل له ايوه يا ابني مالك؟ يقول لي انت فين يا حاج؟ اقول له انا في نقابه الاطباء طبعا، ايه المشكله؟ خلاص. فيقول لي طب انت ساكن فين؟ ما انت جاري، انت عارف ان انا ساكن فين؟ تسال ابنه. اه فعلا. خلاص طيب احنا فين دلوقتي بالليل وبالنهار؟ يا حاج اصحى، احنا فين دلوقتي في الليل وبالنهار؟ خلاص يقول لك احنا طبعا ما اعرفش احنا فين بالليل ولا بالنهار دلوقتي، يا طب العصر. خلاص احنا في العصاري. خلاص يبقى هو لما تعمل له ستيميليشن يفوق معاك، تسيبه ينام منك خالص، ينام. خلاص فده بس السيناريو بتاع الايه؟ بتاع سي تو ناركوزس. احنا كده مؤهلين ان احنا ناخد تاني اهم سلايد في الكورس كله. اهم سلايد في الكورس كله كان السلايد بتاع الايه؟ يونيفرسال ابروتش. تاني اهم سلايد هو السلايد ده. اسباب الكوما تمشي اي بي سي ولا ما تمسيش؟ تمشي، وتمشي لاترلايزنج ونون لاترلايزنج برضو ولا ما تمشيش؟ تمشي. بس السلايد ده انا حاولت فيه ادخل الايه؟ الحاجات في بعضها بالترتيب اللي حضرتك هتكتشفهم بيهم في الحقيقة، لو انت اعتبرت العيان هاي ريسك. اوكي، اول حاجة الايه ممكن تكتشف بيها ايه؟ الايه والبي ممكن يكشفوا لك الايه؟ الهايبوكسيا. الهايبوكسيا دي ممكن تعمل الهايبوكسيا او اخواتها زي السي او 2 ناركوزس، مش ممكن يعملوا كوما؟ مش بتموت؟ مش ده سبب كوما من النوع اللي بيموت؟ خلاص يبقى الاولويه ان انا اكتشفه بدري وانا بعمل الايه؟ الاي بي سي دي ابروتش. يعني الاي بي سي دي ابروتش اهو نفع حتى في الايه؟ في الالجوريثم في كوما. طيب اخبار السي ايه؟ في اي سي له علاقه بالكوما؟ لو حد مركز كل الحاجات دي سيناريوهات عملناها. الهايبرتنسيف انكفالوباثي صح ولا لا؟ طيب في حاجه ثانيه؟ الشوك ممكن يعمل ولا ما يعملش؟ يعمل بس في الاخر خالص، بعد ما يبقى شاط قوي ويفضل فتره طويله وبتاع، وبعدين الضغط ينزل قوي قوي اقل من 80 50 70 50 70 40 60 يبدا يروح منك. تمام، بس في التسعينات والثمانينات غالبا هيبقى ايه؟ فولي كونشس معاك، بل هيبقى ايه؟ تمام، هيبقى اريتيتد او اجيتيتد، وممكن كمان ايه؟ يضربك. طيب طبعا السي هنا هايبرتنسيف برضه انكفلوب، يعني السي هات لو قلت او لو زادت. خلاص الضغط لو قل او لو زاد. طيب السكر طبعا سهله، لو قل او لو زاد برضه هايبوجلايسيميا وهايبر ايه؟ جلايسيميا. طيب الديسابيليتي هتطلع لك الايه؟ اللاترلايزيشن على طول. اوكي، ممكن نلقطها زي ما اتفقنا فين؟
اه بالظبط، ممكن نلقطها وانا بعمل جبس كوماسكيت، وممكن نلقطها بعدين وانا بعمل الايه، وانا بعمل الايه النيورولوجيكال اكزامينشن بعد كده، وانا باخد الرابيد شيت لقط مين، لقط مين الهيباتيك ايه ديزيزز. خلاص طيب، فاضل لي كام حاجه قليله كده. بص معايا على هذا السيناريو سريعا، انا جاي لك عيان، ولا خليه لعبه، خليه لعبه احسن. اعمل معاك سيناريو واحد بس سريع وهنعمل لعبه. السيناريو ده انا شاب عندي 30 سنه متشال على نقاله وجايبني وراحوا رميني في الاستقبال. خلاص هتعمل معايا ايه بسرعه؟ رابت اي سي، هكروت لك الحته دي شيكن شاوت. خلاص راح اعمل لك كده. خلاص هاي ريسك طبعا، هحتاج اعمل رابت ولا مش هحتاج قوي؟ مش هحتاج قوي، اعمل نوميريكال كلهم تمام، ضغط وبلس كله تمام. خلاص اتفقنا؟ طبعا طلعت عين الراجل بتاع كام. خلاص وبعدين معلش الراندوم بلاد جلوكوز 130، لا اكتر من كده بقى اغلس عليك. عملت السلور اي بي سي دي اي كله تمام، كله تمام، نفس النفس الهارت ريت البتاع كل حاجه تمام. ايه كمان؟ عملت النيورولوجيكال اكزامينشن، اه حاسس ان هو سنه بسيطه قوي في نقص في التون على الناحيتين، سنه بسيطه قوي بس مش قادر اجزم. مين قال سايكيك؟ مين قال دراج ابيوز؟ الاثنين ممكن يبقوا صح، الادق طبعا دراج ابيوز، ممكن ده يبقى الراجل اللي ماشي على ناركوتكس ايه سنه صغير وما عندوش مشاكل كل الاكزامينشن تمام، الراجل ده ممكن يبقى فعلا ايه دراج ابيوزر. وعندنا وسائل لاكتشاف هؤلاء الناس اللي هم سايكيك. خلاص حد شاف الناس هم بيستعملوا ايثايل الكهول؟ خلاص طبعا ايثايل الكهول في عيان زي كده بيبقى المفروض ان هو اخر ايه ريزورت، يعني بعد ما انا الاول اجرب، يعني احد الوسائل مثلا تكشف العيان اللي عنده العين السايكيك. طب حد كده يجي يعمل لي نيورولوجيكال اكزامينشن؟ استنى مين؟ تعالى يا دكتور، تعالى اعمل لي نيورولوجيكال اكزامينشن كده، وعايزك تكتشف اذا كنت انا سايكيك ولا اذا كنت انا ايه مش سايكيك، ولا اقول لك؟ لا استنى، ده احلى نعمله احنا عملي، نعمله عملي ده خليه بعدين. خلاص طيب هحط لكم في خلطه حاجات كده عشان تكتشفوها. طيب فاضل لي سيناريو واحد اللي مثلوا المره اللي فاتت كان جروب ايه مش كده؟ صح؟ المره دي هيبقى جروب بي، فجروب بي بس اللي ايه؟ اللي يبصوا عندي. اللي مثلوا المره اللي فاتت كانوا ايه؟ يمثلوا المره دي هيبقوا بي، صح؟ جروب بي صح؟ جروب بي مش كده؟ طيب السيناريو كالاتي، حد جاي لك عامل كده
appearing unconscious برضو. هتعمل له كده هيطلع كده، هتعمل له كده مفيش، هتعمل له كده هيطلع لك كده. اوكي هغير لك بس ده كده، لا خليه زي ما هو. اوكي كله حفظ كده، كله حفظ كده، اشتغل اشتغل. يلا ممكن اديني فلاش وانا بس زيك كده بايدين اخليه في الاخر، مش هينفع اعملها. بص يا جماعه، الناس اللي هي بصت، اللي كانت باصه تبص، اللي ما كانش باصص يبص تحت. هزود لك بس ايه معلومه، خلاص ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ اوكي ولا مش اوكي؟ اوكي يلا كملوا بقى. ده السيناريو اهو، من الاخر النيوميريكال كانت عامله كده صح. دي تفكرنا بالسيناريو، عشان كده في حد غلط وقع بلسانه وقال لك ايه ده احنا خدناه قبل كده، شبه بتاع الايه بتاع دي كي ايه، خلاص شبهه جدا. بس بقى الريت عامل كده برضو، هاي ريسك ولا لو ريسك؟ اي حد معدي ال 30 هاي ريسك على طول، اي ريسبيرت ريت فوق ال 30 هاي ريسك على طول بلا تفكير. اوكي طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل سلو الاي بي سي دي. نعم هنعمل ولا مش هنعمل؟ هنعمل. هتطلع عامله كده السي في 2، كل الباقي نورمال. قريب يقول لك لتر بس انا مش متاكد قوي، ممكن اكتر شويه ممكن اقل شويه، لتر ونص
مش متاكد قوي، لقيت لتر ونص. ما اعرفش الدكتور انا بدخل مع الحمام يعني، وانت حضرتك بتدخل مع ابوك الحمام خلاص. ها مين شخص؟ ها مين شخص؟ مين شخص؟ ينفع رينا لو ينفع ديك ايه برضه، صح ولا غلط؟ ينفع ديك ايه ولا ما ينفعش؟ ينفع نفسه عامل كده رابت ديب، بس انتوا عشان عارفين ان احنا عملنا ديك ايه، فما جيت تجاوب دلوقتي قلت ان هو رينا، صح ولا غلط؟ صح، اللي قال رينا اللي قال كده عشان كده، عشان عارف ان هو اللي فاضل لي في الـ في الـ في الالجوريزم بتاع الكوما هو رينا. خلاص الراجل ده فعلا رينال، تمام، لان انا عملت له بعد كده كرياتين طلع 7. خلاص، لا ايه اللي خليني اقول في الراجل ده ان هو رينال؟ عنده هايبر فنتيليشن. الهايبر فنتيليشن ده من النوع اللي هو رابيد ديب، الضغط بتاعه مش واطي قوي، ما يفسرليش، مش شك فظيعه تعمل كده. طب فين التاكيكارديا المصاحبه ليها؟ خلاص، لا البالس عامل كده عادي جدا، مفيش مشكله خالص، تمام، مش نافعه، مش راكبه على الشك. الشك كان لازم انا الاقي الهارت ريت عامل كده، لو انا بسمع بالسماعه او لو خلاص بلاش بالسماعه، خلينا على الكراتد تسمع كده، اه، ومع نفس بقى عامل كده، منطقي. انما لما تلاقي الهارت ريت قليل مع نفس سريع ما تفكر، وبعدين كمان تلاقيه ديب قوي، المنظر ده بتاع اسيداتك بريفنج بتاع كوزمو البريفنج، صح، يخليك تفكر ان هو اكتر اشهر سببين يا اما ديك ايه يا اما رينال فيلير. خلاص، لا ده كمان يورين اوتبوت يعني على اللو نورمال حتى ومش متاكدين. خلاص، يبقى لازم تقوم ضارب ايه حاجتين، اي بي جي وايه وكيدني فانكشن. يبقى انت السيناريو اللي هو بتاع ديك ايه اللي فات ده كان لازم تطلب فيه برضو ايه كيدني فانكشن، تطلب ديك ايه، تطلب اي بي جي، وتطلب كمان معاه لازم كيدني فانكشن. الواقع ان احنا في الطوارئ بنطلب لكل العينين كيدني فانكشن، وكل العينين اي بي جي، وكل العينين سي بي سي. ده الواقع اللي اغلب الناس بيعملوه، بس انت ممكن توفر شويه لو انت في مكان اقل ايه خبرات. بنت اللي عايشه معايا تظهر وتقول لك منتحبه خلاص. انا سافرت يومين، سافرت يومين واعتمدت على اخواتي منهم لله، خلاص رجعت لقيته كده. ايه اللي حصل غالبا ان هذا الشخص اللي كرياتين طلع 6 ان هو ايه اهمل، بقاش يشرب ولا ياكل كفايه، حصل له دي هايدريشن فظيعه على باك جراوند غالبا من رينال امبيرمنت، هو عنده 60 سنه ولا عنده يعني هو اولد ايج، فايه جاله رينال امبيرمنت. ايوه عيان الديك ايه، عيان الديك ايه المفروض يكون عنده بوليوريا الا لو هو دخل في شك، الا لو هو بقى دي هايدريتد قوي لدرجه ان هو بقى ايه الضغط نفسه اللي واصل للكيدنيز بقى قليل قوي، صح كده. بص بقى اللي فاضل لك في الالجوريزم ايه، جنب الهيباتيك هتحط الرينال، ودول غالبا هيظهروا لك وانت بتاخد الايه ايه. ده الالجوريزم بتاع الكوما، قلنا ان هو لاترلايزنج نون لاترلايزنج، وقلنا الحاجات اللي نون لاترلايزنج اغلبيتها تطلع لك في الاي بي سي، الاي والبي هايبوكسيا، السي الواطي والعالي شك وهايبرتنسيف انكفالوباثي. السكر العالي والواطي، السكر ده طبعا تبع الدي، عالي وواطي يعمل لك برضو ايه كوما. فاضل لك الدي وانت بتعملها ممكن تلقط الايه الحاجات اللاترلايزنج زي الستروك انفاركشن هيموريدج انكفالايتس مننجايتس، اوكي. الرابيد اي بي سي او السور اي بي سي دي سوري، وانت بتعمله ممكن يطلع لك الهيباتيك والرينال، ولو ما لقطتهمش غالبا هتلقطهم وانت بتعمل الايه الديتيل شيت، بس الديتيل شيت غالبا هتلقط فيها الانفكشنز والتوكسينز لو حد عنده انكفالايتس او مننجايتس، تمام، او حد عنده ايه زي السيناريو اللي احنا كنا لسه جايبينه من شويه، الاخ اللي عنده ايه المتعاطي للمخدرات. طيب
مين اخر حد ممثل بي ولا ايه؟ بي. يبقى ايه بس اللي يبص معايا دلوقتي وبي ما يبصوش؟ اوكي. اخويا معتز بيرجع بقاله يومين وبطنه بتوجعه. الجي بي هيفولو السكين. متفقين؟ هتحاول ان انت ايه تعمل كده. حاول تخليه اوكي. بعد شويه يجي لك برضو معتز اوكي. ماشي كده؟ تعرفوا تعملوا الكلام ده كله؟ تعرفوا تعملوا الكلام ده كله؟ ولا صعب؟ تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ سيطروا؟ يلا سيطروا. هنبدأ بإن أخويا معتز جه وإيه؟ أخويا معتز بيرجع بقاله يومين وقت وجعه. خلصنا؟ مين خلص؟ مين خلص؟ طب مين ما خلصش؟ طيب
مين وقع في الخدعة واعتبره له ريسك؟ ارفع ايده. طب كويس، له ريسك واداله انتي يماتك وروحه؟ محدش. كويس، هايل. في حد عمل كده؟ حد عمل كده؟ ارفع ايده. وقعت في الفخ. لقد وقعت في الفخ. طيب المهم، اللي وقع ولا ما وقعش بعد كده اكيد دخلنا المرافق في الحته دي، دخلنا العيان في الحته دي. اخويا معتز مش عارف ياخد نفسه وسخن، صح؟ appearing conscious. appearing conscious يعني دسنية بس ايه، conscious دسنك بس conscious. محتاج اعمل chicken shout rapid ABC؟ مش محتاج. عملت النيوميريكال طلعت كده، نفس عامل كده، خلاص. سكره 120، ضغطه 200 على 130، جلاسكوما سكيل بتاعه كده. حد كمل الجلاسكوما سكيل منكم؟ مين كمل لحد ما وصل الجلاسكوما سكيل؟ كويس. مين ما كملش؟ طب كويس، يعني كلكم تقريبا. طيب مين سخن؟ مين سأل على السخونة يرفع ايده؟ طيب مين ما سألش على السخونة؟ تمام. هي السخونة احنا مش حطيناها في الكلاسيك اي بي سي دي اي، بس هي طبعا ممكن تتحط ومهمة. طيب مين طلب urgent investigations؟ ارفع ايده. مين طلب؟ مين ما طلبش؟ نسي يطلب؟ ما تنسوش ال urgent investigations دي زي ما اتفقنا. فاكرين ما قلنا النقلة بين ال rapid اي بي سي من النيوميريكال للسلور؟ قلنا بنعمل فيها حاجتين، بنسأل سؤال سريع، طب هو عنده ايه من الاخر، وبندي اوامر سريعة بسحب الايه؟ العينات مع الكانيولا. ما تنسوش الحكايه دي. هي في الهيماتامس قلناها، بس هي تنطبق على كله. اول ما تركب كانيولا اسحب تحاليلك على طول. هتسحب ايه في العيان ده؟ صوديوم بوتاسيوم كرياتينين اي بي جي. مين سحب الحاجات دي كلها؟ ارفع ايده. طيب مين سحب شويه وشويه لا؟ طيب طبعا كلها مهمه. ليه كلها مهمه؟ السيناريو ده شبه قوي السيناريوهين اللي فاتوا، اللي هو ايه؟ انا بتكلم في سيناريوهات ايه، ديسنيا، صح ولا غلط؟ بس الفكره هنا إيه؟ هنا ايه، انا هنا اميل ان العيان ده ايه تشخيصه ايه بقى؟ مين يشخص لي العيان ده؟ نعم نعم، والله عنده 30. ليه رين اللي عشان 30 يعني؟ خليها 20 خلاص. نعم، البلاد بريشر عالي، تمام. وايه كمان؟ السكر 120، سكر 120. ده كده يؤكد ان هو مش دي كي ايه، ولا يؤكد؟ لا يؤكد طبعا، صح، لان ممكن يكون زي السيناريو اللي فات. بس انا قمت ماسك اخو معتز قلت له انت وديته في اي حته يا ابني قبل كده؟ لا. حد ادى له اي حقن غير القراصه اللي احنا قلناها؟ لا. تمام، يبقى اذا هو ما راحش معهد السكر واخد انسولين، يبقى ما خدش انسولين. تمام، يبقى غالبا ما هواش ايه، دي كي ايه، ده واحد هايبر فنتليتنج، وبعدين الريسبيرتوري بتاعه 35، وبعدين احنا ما اتكلمناش عن الهارت ريت. الهارت ريت عامله كده يعني عاديه، ما احناش في ايه، في مشكله. والضغط بتاعنا هو اللي ايه، سماوي 200 على 130. يبقى الراجل ده ايه شكله كده؟ رينال. نعم، المعامل لسه ما طلعتش، ما انا عايزك تبقى شاطر وتشخص من غير ما ايه. نعم، طب سمعته في الاي بي سي دي اي؟ سمعته الاي بي سي دي اي؟ سمعت صدره؟ سمعت صدره؟ لقيته بيزيق؟ لقيت صدره بيعمل كده؟ لو كنت كده كنت شكينا، صح ولا لا؟ كنا قلنا لا سي او بي دي. طب تمشي لو كنا لقينا دي بس كده، مش ده كان هيخلينا نفكر في سي او بي دي؟ تمشي مع الحاجات دي ولا ما تمشيش؟
تمشي مع الرسبيرات ريت ولا ما تمشيش؟ طبعا تمشي مع الضغط. ستريس او هو هايبرتنسيف، الناس دول بيبقوا سموكرز وبالتالي ممكن يبقوا هايبرتنسيف، او ممكن هو يكون اسوشيتد معاه انه معاه هايبرتنشن، مش هيعرف ياكد لي الموضوع. طب ايه كمان ضد ان هو يكون دي كي ايه؟ الضغط، صح؟ الضغط ده مش متماشي قوي مع الدي كي. الدي كي عاده بيبقى عنده بوليوريا ودي هايدريشن، فالضغط بيبقى قليل، وان كان في بعض من الحالات القليله جدا من دي هايدريشن بيقلب الموضوع معانا بهايبر، يعني ساعات الدي هايدريشن العنيف قوي يعمل شويه هايبرتنشن من الستريس، من الاوفر رياكشن بتاع الجسم بالادرينالين والكلام ده. طيب اول ما عملنا اللابس احنا كده كنا بنتكلم في سلور اي بي سي دي اي، صح؟ اما جينا نعمل بقى سلور اي بي سي دي اي سمعنا كده، سمعنا كده، بص حط سماعه في حته ثانيه، خلاص. ايه ده؟ generalized course repetitions، تمام. طيب not sinus اهو، اوكي. طيب ندخله اي سي ولا ما ندخلوش؟ طبعا ندخله، ونديله ايه؟ نديله هاي فلو ولا لو فلو اكسجين؟ هاي فلو ولا لو فلو اكسجين؟ هبدا باللو فلو لحد ما افكر كده شويه، وادخله الاي سي وابدا اشوف الاي بي جي تكون طلعت، اطمن ان هو ما عندوش سي او 2 عالي ولا حاجه، اتاكد بالدياجنوز بتاعي. لو انا واثق قوي 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 كده من نفسي ان هو رينال، ممكن في عيان زي كده طبعا اعليه هاي فلو. يعني عيان زي كده انا عن نفسي مثلا هديله هاي فلو، طبعا انا عندي ريسبيرتوري ريت عالي، مش شاكك قوي في سي او في دي، سامع مش سامع ويزل، سامع كريبيتيشنز فقط، كل اللي سامعه كريبيتيشنز فقط، وضغط عالي في السماء، شكل الراجل ده عنده بولمونري اديما، اكيد بولمونري اديما، يا اما رينال يا اما ماشي كده ولا كده، ايه هدي، اوكي. طيب حطيت له اكسجين وحطيت له مونيتور، والدكتور يسال عن نتيجه الايه الاي بي جي لسه ما طلعتش. اقوم ابص اكمل انا على السي، وانا بعمل السي هبقى ادور على ايه؟ لو حد مركز السي في السلور بتعمل فيها ايه؟ نيك فينز، صح؟ والدي فضلنا فيها جلاس كوما سكيل، خلاص عملنا جلاس كوما سكيل لقيناه ايه؟ احنا كنا لقيناه كان كونشس، خلاص كان كونشس. وانا بعمل جنرال اكزامينشن المفروض ادور على ايه؟ ايه مهم قوي ادور عليه في عين زي كده؟ السي، السي، ايوه كده السي بي بي، خلاص لقيت السي بتاعته ايه؟ عاليه، عاليه جدا، 15 20، اوكي. ليه بقى عاليه؟ بص لقيت ايه في الجنرال اكزامينشن بتاع الراجل ده؟ ممكن الاقي ساينوس، ممكن لا، بس اكيد لا هلاقي ايه، او غالبا هلاقي ايه؟ في العيان ده اعتبر السيناريو ده هلاقي فيه فلر، اوكي. طيب ايه كمان لقينا؟ ايرثي لوك، وان كان ده برضه بالنسبه لحد مش عايش وسط كرونيك رينال فيلير بيشنتس اوهام واضغاط واحلام. ايه ده؟ كونجستد نيك فينز، لقيت عنده كونجستد نيك فينز. ايه ده؟ باين قوي اهي. ايد بتعمل كده، ايوه دي ايد بتعمل كده، خلاص في فلابنج تريمرز، اوكي. طيب اهي فلابنج تريمرز، ايه ده؟ لور ليمب اديما، حسب السيفيريتي حسب الاديما هتبقى هنا تحت ولا قليل ولا اكتر ولا اكتر ولا اكتر ولا اكتر، تمام. ايه كمان ممكن تبقى؟ ايديه رجليه كده، تلاقيها بقى تلاقيه ماشي بمخدات كده. طب ايه كمان؟ كانك دلقت ميه. اول ما تدلق ميه في عيان اعتبر ان هو يملى من تحت لفوق، وانت برضو دور على الساينز دي من تحت لفوق. لور ليم اديما، اوكي. ممكن اسايتس بس رير، بس رير شويه، شويه ميه في الشست، شفتوهم شويه الميه دي في الشست؟ ممكن تزيد شويه، ممكن تزيد شويه، ممكن تزيد قوي، خلاص. لما تبقى شويه قليلين اللي هو المستوى ده، اللي هو المستوى ده، تسمع كده، تحط سماعتك على صدره كده في الهاي زون انتيريور، تسمع عادي كده، تسمع هنا بقى، تسمع كده
بيزل فاين كريبتيشنز، كل ما زادت كل ما ليفل بتاعها زاد. يعني في الاول اسمعها تحت بس، بعد كده اسمعها تحت وفوق كمان سنه. بعد شويه ايه اللي يحصل؟ المنظر ده، ده بتاع الايه اللي هو العيان بتاعنا ده في السيناريو بتاعنا ده. العيان بتاعنا في السيناريو ده جاي في كل حاجه، يعني جاي في كل المانيفستيشنز دي. النك فيز بتاعته كمان كونجستد، والضغط كمان ايه عالي. الرسمه دي فيها كل الايه المانيفستيشنز اوف فوليوم اوفرلود. الراجل ده عنده مشكله فوليوم اوفرلود، الميه في جسمه كتيره. ليه؟ لان اللي بيطلع قليل واللي بيطلع كتير. دي مشكله بتبقى في العين الاكيوت والكرونيك رينال فيلر الاثنين. بلوى بيجي لك، ممكن يجي لك يبرزنت لك بيعمل لك بيولوج. والمصيبه في العيان ان انت تدي له لازكس مش هيرسبوند معاك. 40 في 80 وصلت 500 ومش بيدي معاك اي ريسبونس. 40 في 40 في 40 في 40 في 40 مش بيدي معاك اي ريسبونس. الحل الوحيد في هذا المريض هو الدياليسيس. مش الدياليسيس بس، الالتر فلتريشن. حاجه اسمها الالتر فلتريشن، ان انا العيان بيدخل وزنه 90 يطلع وزنه 86، بشيل منه 4 لتر ايه فلويد وارميهم في الزباله. خلاص، انا تخصصي على فكره نفرولوجي. فدي من اهم الحاجات اللي لا تفاوض فيها. لما يجي لك عيان عامل زي كده بتجري بالعيان على مكنة الغسيل على طول، وممكن حتى ما تعملش حاجه اسمها فيرولوجي اللي هو ان انت تتاكد ان هو فيروس بي ولا سي ومش عارف ايه، وتتاكد المكنه. ممكن تطنش لان حاجه لايف سيفنج وتايه وتبدا فعلا ايه دياليسيس على الالتر فلتريشن. بيقول اوف بيقول اوف. لا مش هتدي مانيتول، انت بتدي لازكس. لو هو عيان مثلا انت حاسس ان هو اكيوت بولمونري اديما بتاعه مثلا هارت فيلير مثلا، هتدي لازكس صح. انما في الراجل ده اللي ابو ضغط عالي ده، ابو كل حاجه عاليه من تحت لفوق، رجله بطنه يعني لور ليمب ابدومن تشست نيك فينز وايه وارتريز. الفينز والارتريز هم الاثنين ايه بيعبروا لك عن ايه هذه الايه الاديما. اول ما دخل العيان ده الاي سي يو، جالك دكتور زميلك كده خلاص، وراح مدي لك الاي بي جي في ايدك، قال لك الاي بي جي طلع يا دكتور. تتوقع تلاقي ايه في هذا الاي بي جي؟ من قبل ما تقراه انت بتاخد الاي بي جي كده هتبص عليه، تتوقع تلاقي ايه؟ ميتابوليك اسيدوزس. بص اهو بي اتش 7.1، النورمال من 7.35 ل 4.5. البايكربونات واطي، اول ما البايكربونات اصلا يقل ده بيعمل اسيدوزس صح. ولما تلاقي اسيدوزس وتلاقي بايكربونات قليل يبقى السبب ايه؟ ميتابوليك. خلاص. البوتاسيوم 6.5، صوديوم 135، يوريا 250. اليوريا الطبيعيه لحد 40، من 20 ل 40. الكرياتين الطبيعي من 0.4 لحد 1.4. هنا طالع لك 16. خلاص، يبقى اذا الراجل ده ايه خلاص اتشخص. انما الشطاره ان انا كنت ايه اشخصه على ما الحاجات دي تطلع انها بتطول. طبعا ساعتها هقول له ايه لازم نغسله دلوقتي في مكنه فاضيه. لو ما فيش مكنه فاضيه هفضيله. الفيبر سبب ايه حضرتك تطرح كده؟ نعم. جايز يكون عنده انفكشن، ممكن طبعا ممكن يكون عنده انفكشن، ممكن يكون عنده اي حاجه، ممكن يكون عنده يورين تراكت انفكشن سوبر امبوزد على رينال فيلير لو عملت له فيفر. ممكن يكون عنده بسبب ان هو عنده رينال فيلير هو اميونو كومبرومايز ان هو يلقط اي انفكشن. انا حاطط الفيفر دي عشان بس لخبطكم. وممكن يكون عنده فوق البولمونري اديما دي حصل تشست انفكشن. خلاص، بس في حاجه حطيتها عشان اتاكد ان هي ايه، في حاجه حطيتها في السيناريو عشان يلغي لي حكايه ان التشست انفكشن هي السبب كله. حطيت ايه؟ نيك فينز. عارف لو نفس السيناريو ده بس من غير النيك فينز كان ممكن حد يقول لي ده تشست انفكشن، ده كل الكريبتيشن اللي انت سامعها دي سيفير ايه اسبيريشن نيمونيا مثلا او تشست انفكشن. هو راجل فايق قول ان هو ايه سيفير برونكو نيمونيا وتشست. ممكن ساعتها تبص على الاكس ريه كلها بطش بيضه في بطش بيضه. اوكي، فاحنا نعم معانا وقت قد ايه؟ ولا حاجه، مش كتير. ممكن ناخد بس ممكن ناخد ربع ساعه زياده كده ونقفل.
عشان بس اعمل لكم سيناريوهين مهمين كده، ثلاث سيناريوهات بالظبط مهمه. ممكن ولا مش ممكن؟ مين يوافق؟ طيب نعم. ربع ساعه ان شاء الله. هو بس طبعا انا عندي ماتيريال اكتر من كده بكتير، بس مش 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 ما لحقناش يعني الوقت. رينال فيلير ده لوحده كان شغلانه. تمام. طيب هم كلهم مسجلين اساميهم من الايميل والتليفون؟ ايميل وتليفون. طيب خلاص تمام تمام. بصوا يا شباب، قبل بس ما نخش في السيناريو الاخير عايزين نتفق مع بعض على اتفاق. بصوا يا شباب خليكم معايا دلوقتي بعد الكورس ده، الحقيقة ان هو احسن استفادة في الدنيا ممكن تحصل من هذا الكورس ان انتوا تنزلوا بعديه الى الايه؟ الى الاستقبال. تنزلوا معاك الايه؟ ورقة اليونيفرسال ابروتش دي بالذات، وممكن تحط معاها الايه؟ الالجوريزم بتاع الكوما. لسه طبعا انا ما طبعتهوش، بس ممكن نطبعه ونخليه متوفر مثلا هنا في النقابة او في البطنة في مكان ما. اوكي؟ طيب اول حاجة هنعملها بعد ما نطلع من هنا هنعمل فيسبوك جروب مع بعض. الايميلز موجودة، انتوا كلكم كتبتوا ايميلكم؟ اللي ما كتبش ايميلاته يكتب ايميلاته. نعم؟ اللي ما عندوش ايميلاته يعمل له ايميل وبعدين يكتبه. انا هقول لكم في الاخر ممكن نكتب مع مين، مين يتطوع ان هو اول قبل ما حاضر قبل ما قبل ما نمشي عايز اتفق معاكم برضو على اتفاق. في ناس ما كتبوش ايميلاتهم يا دكتورة منار. الاستمارات في حد فيها ما كتبش ايميله؟ في حد ما كتبش ايميله؟ مين ما كتبش ايميله في الاستمارات؟ الاستبيان. بس هو الاستبيان المفروض يبقى انونيمس، يبقى من غير الاسم. ما ينفعش. ممكن تقصوا الحته بتاعت الاسم. الاستبيان المفروض ما يبقاش فيه اسم. لا ما حدش يكتب اسمه على الاستبيان، غلط. غلط من ناحية ال يبقى ورقة وتدوها لي. ورقة بيضة كده. مين معاه ورقة بيضة؟ مين معاه ورقة بيضة؟ يلففها. طيب اللي ما كتبش يعني اللي هيكتب اسمه وايميله في الورقة دي، اللي مش اوريدي كاتب في مكان آخر. خلاص؟ طيب الفيسبوك جروب مين هيعمله؟ هنشوف هنتصرف. المهم بس نجمع الأسامي ونتصرف. خلاص؟ ماشي تضرب. الفيسبوك جروب ده هنعمل فيه ايه؟ هتنزلوا حضراتكم الى الاستقبال. اللي منكم عايز يكمل الاستفاده حتى النهايه كويس، هيعمل ايه في الاستقبال؟ هيقعد له، انا رايي يقعد ست ساعات او اربع ساعات. خلاص موافقين ولا مش موافقين؟ استقبال امراض بطنه بتاعنا ده طبعا احنا يبقى عددنا كبير قوي ان احنا ننزل عشوائي، فغالبا لو في عدد، مين عدد منكم حابب ان هو يعمل حاجه زي كده يرفع ايده؟ طب عظيم كويس، يبقى احنا محتاجين نحط جدول. يبقى احنا هنحتاج نقعد ايه؟ نحط جدول. في حد موجود هنا من الكاب؟ من فريق الكاب؟ تشينج ايجنت بروجرام. يا نهار ابيض بيهرجوا. طيب اللي هنعمله ان احنا هنشوف حد مننا من اللي موجود ونقعد نحط مع بعض جدول نزول الايه؟ الحوادث. بعد نزول الحوادث المفروض ان حضرتك هتعمل ايه؟ تبدا تطبق الالجوريزم، تحاول ان انت تدي النايب كوع خلاص تشغله مع عيان تاني، وانت تستلم العيان وهو داخل، وتحاول ان انت تعمل دايجنوزس. في حاجات انا لسه سالكش تمام، في حاجات هحاول ادي لك بسرعه كده دلوقتي بسرعه كده اقولها في اخر ربع ساعه دي، بس في حاجات ما تناولناهاش بالتفصيل. غالبا هنحتاج نعمل حاجه زي بارت 2 او حاجه من الـ من الـ من الـ من الـ بارت 2 من الـ من الكورس. الحاجه الـ 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 الاستفاده الثانيه اللي احنا عايزين نعملها
ان احنا عايزينكم تمروا يعني تستلموا العيال دول وتمروا معاهم. يعني انت يعني انت حضرتك هتقف في الاستقبال 6 ساعات كويس. العيالين اللي هيدخلوا الست ساعات دول هيبقوا كتير جدا هيبقوا كتير جدا جدا يعني خلاص. حضرتك هتختار منهم عدد ما هنتفق برضو عليه دلوقتي. العدد ده مطلوب منك ان انت تطلع فوق تمام وتمر ايه عليه لمده مرتين اتليست بعديها. يعني حضرتك تستلم العيان يميها ادي مره وبعد كده تمر على المريض ده بعدها بايه بمرتين اليوم اللي بعديه واليوم اللي بعد اللي بعديه مثلا او بالكتير قوي يوم اه يوم لا. يعني مثلا ممكن يبقى النهارده فوت بكره وبعدين اروح بعد بكره فوت كمان يوم وبعدين اروح يوم او 3 ايام ورا بعض زي ما ايه زي ما تحبه تمام. هنعمل كده مع كام عيان نعمل كده مع كام عيان نعم 50 عيان نعمل كده مع كام. كل ما عدد العيانين اللي انت اللي عملنا معاهم كده اكتر كل ما طرفين بيستفيدوا. الطرف الاول هو حضرتك والطرف الثاني هو المريض. لان احنا هنطلب منكم تعملوا مع العينين دول نوع من انواع الهيلث اديوكيشن. يعني تحتاج ان حضرتك حضرتك استلمته مجرد ان حضرتك تمر عليه ده بيخلي العين مبسوط. كل ما عدد الدكاتره اللي بيمروا على العيان يزيدوا كل ما بس مجرد مرور يعني يسلم عليه ويديله بوستين من هنا ومن هنا وردايه مثلا خلاص فايه ده بيخلي العيان مبسوط. بس انا مش بهزر انا في موضوع الورد ده مش بهزر. الوردة هتكلف حضرتك حوالي 1 جنيه خلاص. بس هتعمل مع عيان مفعول فظيع رهيب. يعني مجرد ان هو ان حضرتك تقول له على فكره انا فلان الفلاني انا دكتور متطوع انا اللي استلمت حضرتك في الاستقبال تمام وانا جاي ازور حضرتك و ايه ودي ورده مني اليك وتدعي له دعوتين حلوين خلاص تطلب منه يدعي لك دعوتين حلوين هنبقى استفدنا كلنا استفادات رائعه جدا. 70,000 ملك رايح 70,000 مرك وانت راجع وكل حاجه تبقى ايه ظريف خلاص. طيب يبقى دي اول يبقى حضرتك هتستفيد ان انت هتطبق الالجوريزمز دي عملي على العيان تمام 6 ساعات اوكي. ممكن تاخد الست ساعات دول مقسمين ما عنديش اي مشكله. ممكن ناخدهم مثلا ساعتين ممكن نفقعهم كلهم في ايه في يوم واحد. ممكن ناخدهم 3 ساعات وتاخد بريك ساعه وترجع تاخد 3 ساعات في نفس اليوم. انا انصح انك تاخدهم في نفس اليوم احلى لان هي الاستقبالات بتبقى ساعات بتبقى بتعمل كده فتلاقي ممكن لو انت خبطت الساعتين ممكن تخبط في الحته اللي كانت تحت خلاص او ممكن تخبط في الحته اللي كانت فوق يبقى حظك حلو تمام. المهم ان ايه ان حضرتك هتبدا تنفذ الالجوريزم هتلاقي معظم الحالات احنا تناولناها او تناولنا جزء منها ان احنا ركزنا على الحاجات اللي هي السيناريوز اللي احنا قلناها هي الموست كومن سيناريوز. مجرد الهيباتيك والهيباتيك والستروكس دول اصلا دول 3/4 اصلا الناس اللي بيجوا تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى بعد كده هنعمل ايه في ماتيريال هنعمل لكم هنديكم اللينكس بتاعتها على الفيسبوك جروب اللي احنا هنعمله تمام. وايه يعني هنديكم اللينكس بتاعتها بحيث ان انتوا تعملوها داونلود. اللي عايز يحطها على لابتوب ماشي اللي عايز يحطها على موبايل ماشي اللي عايز. المهم احنا عاملين زي سيستم للهيلث اديوكيشن هنلكوا تفاصيله برضو على الفيسبوك جروب. في مجموعه بكره اللي فاضي بكره الصبح احنا عاملين احتفال البي دي ان اي اللي هو بيشنت دكتور نيو ارا الاورجنايزيشن التطوعيه دي. في مجموعه طلبه عملوا هيلث اديوكيشن مسجز جابوا شويه الحاجات المهمه اللي المفروض تتقال للعيانين جابوها ورق كده وبعدين عملوا فيها شويه ايه كريتيفيتي حولوا الورق ده لمسرحيات والايه لفيديوهات حاجات زي كده كويس. فالمفروض ان هو الكلام ده هم هيشرحوه بكره عملي الصبح من الساعه 8 لايه ل10. ده هيبقى احسن فتره لو حضرتك عايزين تستلموا الايه الحته دي من 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 من, من الشغل بتاع العيانين. على فكره الجزء ده مهم جدا. يعني انا النهارده بتكلم على الطوارئ تمام. الجزء بتاع الهيلث اديوكيشن ده هو اهم حاجه في الفولو اب. لما اجي بقى انا اطلع بقى مع العيان الجزء اللي هو المشهد الثاني انا بتكلم هنا طول ده كله معظم كلام على المشهد الاولاني وحته صغيره من المشهد الثاني. المشهد الثاني اهم حاجه بتتعمل فيه بالنسبه لل طبعا اكيد الانفستيجيشنز والتريتمنت اللي احنا بنقولها دي اكيد هتتنفذ تبقى مفيده. بس في حته مهمه جدا برضو اللي هي الايه الهيلث اديوكيشن. الهيلث اديوكيشن ده لو اتعمل للعيانين كويس تمام اولا حضرتك عشان تتعلم الهيلث اديوكيشن مسج دي هي الاسئله اللي بتتسال في العيادات لو حضرتك اشتغلت بعد كده برايفت او
يعني هي الاسئله اللي هي العيان بيسالوها في القصر العيني هي بتسال في كل حته، الدايت اعمل ايه، المنظار بعديه بقد ايه اكل، مش عارف ايه، هتلاقي حاجات معينه كده بتتسال بيتجاوب عليها في الايه، طب السكر، طب اعمل ايه لو السكر قل زاد، مش عارف ايه، طب كومبليكيشنز الدايابيتس. فالحاجات دي لما حضرتك تمارسها عملي هيبقى تعليميا جامد قوي ليك، وبرضه للعيان جميله جدا، ان العيانين كتير قوي بيدخلوا وبيطلعوا محدش فاهم اي حاجه. انا ابويا كان عنده ايه، مش فاهم اي حاجه، ستروك بقى، هايبرتنشن، مش فاهم، هو اتحط على السرير، اترمى على السرير، ضربوا له اللي مكتوب عندكم في الورق تمام، وبعدين ايه راحوا كارديو، ما فهموش غير ان هو عنده غيبوبه، ما فهمش ان في ستروك وان في انفاركشن وان هو لازم يعمل ايه. حتى الكير اوف ذا باد ريدن اللي هو بيموت العيانين ساعات كتير ما بيتعملش. فاذا وجود متطوعين هيفيدوا قوي الايه، هيلاقي المرضى. مين موافق معايا على هذا؟ احنا استنى بس الاول، شايفين ان احنا نعمل الفولو اب ده لكام عيان؟ نعم، نقول مثلا هو العيان هياخد مع حضرتك فوق يعني في القعده اللي فوق دي حوالي مثلا ايه، لو انت ما خدتش الهيلث ايدكيشن مسجز تمام، هياخد مع حضرتك وقت قليل جدا، 5 دقايق بس، احنا عايزين نحط معاه المسجز، يعني العيان هياخد مع حضرتك حوالي ربع ساعه، حوالي نص ربع ساعة، نص ساعة اللي هيطول قوي 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 يقعد مع نص ساعة، اللي هيكروت يقعد 10 دقايق. فأنا أقترح إن إحنا ناخد، اقترح أنت طيب، 3 عيانين. حد يقترح حاجة تانية؟ يعني إحنا هيبقى فاضل لنا كهوم ورك بالنسبة للكورس ده 6 ساعات طوارئ أو 4 ساعات طوارئ اللي أنتوا هتقولوه. الأول نفوت على 4 ولا 6؟ مين شايف 4 يرفع إيده؟ مين شايف 6 يرفع إيده؟ خلاص، يبقى اذا الاغلبيه 6. طيب مين شايف ان احنا نعمل 3 عينين يرفع ايده؟ مين شايف 2؟ مين شايف 3؟ مين شايف 4؟ مين شايف 5؟ مين شايف 6؟ 7؟ 8؟ 9؟ 10؟ اكتر من 10؟ طيب في حد كان رايه 50؟ خلاص، يبقى احنا شايف الاغلبيه حوالي 4. مين موافق على 4؟ مين موافق على 4 او اقل؟ 4 او اقل. طب مين عايز 5 او اكتر؟ 5 او اكتر. طب 4 ولا 5؟ احنا كده هنعمل الفوتنج بين 4 و5، الاعاده، انتخابات الاعاده. خلاص، مين 4؟ مين 5؟ طيب يبقى الاغلبيه 4. خلاص، هنقول ان هو 4 عيانين. اللي عايز يكتر ينزل 12 ساعة حوالي، مش حد يقول له لا، عايز ينزل بعد كده. بس هي الفكرة ان احنا الفولو اب والفيدباك اللي بيننا وبين بعض هيكون على ايه؟ على الاربعة وعلى الست ساعات في الطوارئ. كويس؟ وهنتفق برضو على الفيسبوك جروب دي بالنسبة للايه؟ لل هو في كام حد هنا من الامتياز اللي هم دلوقتي عندهم بطنة؟ من اطباء الامتياز اللي هم دلوقتي حالا عندهم بطنه، شغالين بطنه دلوقتي. طيب في كم حد من اطباء الامتياز اللي هم منتشرين على مدار السنه كلها يعني في اي حاجه غير البطنه؟ طيب كويس. طب مين يحب من منكم يتطوع معانا في ان احنا نعمل مشروع ان احنا نخلي الطب كله سيناريوهات؟ يحب يتطوع في حاجه زي كده؟ كويس كويس. اللي هيحب ان هو يعمل كده هيكتب اسمه الورقه اللي بتلف دي، هيحط بس ايه عليها، يكتب جنبها فولنتير. خلاص، يكتب جنبها بس كلمه فولنتير، V O L مثلا. اوكي، يكتب جنبها فولنتير. لو انت اوريدي كاتب في الاستماره زود اسمك وايميلك تاني هنا واكتبهم ايه، فولنتير، لو حضرتك ناوي تكون ايه من هؤلاء الفولنتيرز. الفولنتيرز دول هيعملوا ايه؟ احنا عايزين نعمل اول خطوه ان احنا هنعمل الافخاخ دي، هنحاول نعملها في مين؟ في بقيه اطباء الامتياز اللي موجودين في البطنه دلوقتي، وبعدين يعني هنبدا نعمل زي سيناريو تريننج. هنعمل ده بعد امتى؟ بعد ما تنزلوا انتوا اول لفه، يعني تخلصوا اول لفه دي تمام؟ بعد كده الناس اللي هيحبوا يفولنتير معانا هيبداوا هم بقى يعملوا السيناريوز دي في زمايلهم، او ان احنا لو في اي فكره مختلفه طبعا على الفيسبوك الناس هتغيظ. اي حد عنده اي فكره برين ستورم ازاي ممكن نعمل كده، مش في البطنه بس، في البطنه اول ثم
سبيشلز البطنه اللي هي في ناس منكم مين هنا شغال سبيشالات؟ سبيشالات مين سبيشالات بطنه؟ طيب سبيشالات باطنيه، مش انتوا كلكم بتبقى سبيشالات بطنه وجراحه يعني شهر وشهر؟ طيب يبقى احنا ممكن عندنا السبيشالات اللي هي الباطنيه ممكن نشتغل فيها يعني عن طريقكم برضو. اوكي انا اتفق على طريق فيسبوك عامه، ولو عملنا حاجه زي ادفانسد كورس برضو نعمله. الشهاده بقى هتبقى مرتبطه بالايه؟ بالست ساعات والاربع عين اللي انتوا دبستوا نفسكم فيهم خلاص بطوعيه منكم كامله. الشهاده تبقى لينك للحته دي، ودي حاجه احسن ان احنا نكتب في الحاله دي في الشهاده ان الشهاده انكلودز ايه؟ نعم انكلودز مرور على انكلودز كلينيكال يعني كلينيكال ايه ابلكيشن اوف السيناريوز على الحياه. نعم في قاعة الأستاذ الدكتور أنور المفتي الدور الأول، هتمشي حضرتك لما تطلعي كده تمشي سنة كده هتلاقي الإيه الفرنساوي، وبعديه على طول مستشفى أمراض البطنة تطلعي دور واحد. مستشفى الأمراض البطنة البلدي بتاعة العين الغلابة دي الدور الأول بتاعها قاعة الأستاذ الدكتور أنور المفتي. هيبقوا الناس اللي هم كانوا عاملين البروجكت ده يعني شباب زي الفل أربعة وخمسة وحاجات زي كده وكرييتيف قوي، وبعد ما أخدوا كورس في كرياتيفيتي وكورس في الفيديو اديتنج راحوا مطلعين شويه انتاجات عباره عن هيلث اديوكيشن لايه؟ للعيانين. ده عيان جاي بديسنيا بيعمل كده السبات ريت بتاعه 35 هارت ريت بتاعه عامل كده يعني على عالي سنه قول 105 خلاص فولي كونشس. ايه كمان ساتوريشن بتاعته 95% السبات ريت بتاعه عامل كده يعني سريع قوي تمام ضغطه 120 80 بلاد شوجر 150. حد عايز يسأل حاجه ثانيه؟ دخلنا في الصور اي بي سي دي اي البي باي انسبكشن في عنده ريسبيراتوري ديستريس حاسس ان هو عمال ينتع خلاص سمعت صدره لا سمعت كده سمعت ايه؟ bilateral fine basal crepitations ال C ال auscultation سمعت كده ايه ده؟ اس 3 جالب الصوت الثاني الصوت الاولاني خبطه الصوت الثاني خبطتين صح؟ ابطئها لكم شويه فراغ اسرع شويه
موافقين؟ موافقين؟ طيب ال C congested neck veins، ال D fully conscious، ال E abdominal examination، في شوية tender hepatomegaly، general examination congested neck veins low limb في edema. الراجل ده منظره عامل كده، في إديمة، في شوية أسايدس خفيفة، ممكن شوية إيه بيزل كابيتيشنز، بس لسه ما حصلش كده. بعد شوية حصل كده، حصل في المنظر إديمة ماسد، لقيت صدره بيعمل كده، أوكي. وكمان النك فينز كونجستد والضغط بتاعه عادي 120 على 80. شخص بقى، شخصني هارت فيلير، صح؟ طبعا انا غششتكم عن طريق ايه؟ حاجه واحده، الجالوب، صح؟ الجالوب غششك، بس انا لو كنتش حطيت لك الجالوب ده كان كتير منكم هيقع، صح؟ صح ولا لا؟ هو ساعات الفرق الوحيد بين اللي عنده pulmonary بتاعت heart failure او شويه basal capitation بتاعت heart failure versus الراجل اللي هو renal، ممكن ما اعرفش في الاكزامينشن اجيب اي فرق خالص اطلاقا. ممكن الاثر الثلاثة جلب ده ما يبقاش موجود او انا ما اسمعوش، فاضطر ان انا الجأ للايه؟ لحاجات في الهيستوري. زي ايه؟ ايه عنده؟ القلب، عنده الكلى، اخبار اليورين اوتبوت بتاعه ايه؟ طب اليورين اوتبوت هيغششني؟ اليورين اوتبوت هيغششني؟ لا برضه، ما هو لا، اوكي، قليل في الرينال فيلير وقليل في الهارت فيلير بسبب الديكريز كاردياك اوتبوت اللي وصل لايه؟ للكلى، خلاص. فعشان كده الهيستوري ممكن يبقى هو الحاجه الوحيده اللي تفرق لي، وبعد كده ايه لما اعمل له بقى معامل فاكتشف ده اللي وراني الكرياتين اللي بتاعه عالي وحاجات زي كده. في تمثيليه حلوه يعني مش عايز اروحكم من غير ما تعملوها، هي دي اخر حاجه فضلالي عايزكم تعملوها في بعض، تمثيليه سريعه جدا نعملها في 5 دقايق في بعض. طيب جروب ايه بس تبص عليا، جروب بي بص تحت. الحق يا دكتور، ابويا عنده توهان من النهارده الصبح. ده بقى المنظر بتاع الايه، الايه والايه والايه، اوكي، مش مهم، هي كلها حاجات نورمال، خلاص. جيت اعمل له كده هلاقيه عنده كده، اوكي، تمام. طبعا ما ننساش نعمل كده، اوكي، وما ننساش نعمل كده. هي دي الحته الحلوه، عايز اشوف مين فيكم هيعرف يعمل دي كويس. الاي بي سي دي اي كله كويس اهو، زي سمعت المجموعتين عشان نلخص في الوقت، خلاص. انما انت اللعبه كلها في ان حضرتك تعمل ايه؟ هتعمل كده، كتبت الارقام دي او حفظتوها، هو كود، اوكي، زائد ان كده، وانت بتعمل كده خلي بالك انك تعمل ايه؟ كده. وبعدين طبعا هتعمل ايه؟ كده. هي دي اللعبه، هو ده الفن بقى، ده الفن الايه؟ الموسيقي. يلا اديها. ابويا عنده توهان، خلاص، عملت له كل الخطوات طالعه طبيعي، السلور اي بي سي دي اي كله طالع طبيعي. عشان الخص عليكم، السلور اي بي سي اي، مش الدي، الدي بس هو اللي فيه مشكله، خلاص. خشوا على طول على الجهاز الكوما سكيل عشان ننجز برضو من الاخر يعني. مين مش معاه حد؟ انت مش معاك حد، صح؟ الدكتوره برضو مش معاك حد، صح؟ انضمي اليها، انضم حضرتك اليها. اللي مش ينضم لحد، اللي مش معاه حد ينضم لحد. ايه الاخبار؟ انا
مش شايف حد بيعمل جلاس كوما سكيل ولا حاجه. مش شايف حد بيعمل جلاس كوما سكيل. في ناس بتعمل صورهم هما بقى. صورهم هما عشان نشوف. دكتورة مين دكتورة؟ دكتورة انت مش معاكي حد ليه؟ نعم؟ ليه فين ال دياجنوز واضح. طيب انت بتعملوش ليه؟ طيب مين خلص يرفع ايده عشان نروحكم. مين خلص؟ مين ما خلصش؟ كله خلص؟ انت الوحيده اللي ما خلصتيش. طيب قبل ما اقول لكم ايه ده بالظبط، قبل ما كده يعني ما حدش، انتوا غششتوا بعض. طيب قبل ما نغشش بعض اعكس، اللي كان باصص ما يبصش. المفروض ان انتوا جروب بي صح؟ المفروض ان انتوا جروب بي صح؟ المفروض ان انتوا جروب بي صح ولا لا؟ ما علينا، المهم اللي ما كانش باصص هو اللي يبص. اوكي طيب نفس السيناريو، الحق يا دكتور ابويا عنده توهان من النهارده الصبح. نفس الحاجه، كل الاي بي سي دي اي طالعه طبيعيه اهي. اديني بغشش المجموعتين عشان نخلص. وبعدين هتعمل كده، هيطلع ايه كده؟ ماشي، هيطلع ايه كده. بس خلي بالك وانت بتعمل كده، بتعمل التكنيك ده، تعمل ايه كده. وبعدين دي محتاجه فن بقى تمثيلي. مين فاهم الموضوع ده ايه؟ نعم، يعني بص هتعمل ايه، في ده فاهمين يعني ايه ده؟ اللي هو لما يجي يعمل ايه كده خلاص، هتعمل انت الناحيه دي. اوكي، انما الناحيه دي. اوكي، بعدين يعني في الاول كانت، وبعدين بقت، وبعد ممكن بقى تعرف ايه تعمل كده كده وكده، حبه كده وبعدين حبه كده. فاهمين كده قصدي ايه ولا لا؟ ها، اللي مش فاهم يطلع لي قدام، يطلع لي هنا وانا اقول له بصوت واطي. خلاص، اللي فاهم يشتغل على طول، اللي مش فاهم يطلع لي هنا قدام، هنا فوق او فوق احسن، هنا فوق عشان يبقى بعيد ما حدش يفهم. ليه يعمل ايه؟ لو ما عملش يبقى غلطان. لو ما عملش يبقى غلطان. بس مين خلص؟ مين عمل؟ عملته؟ تون؟
بس عملت التون؟ مين خلص تمثيل؟ مين خلص تمثيل يرفع ايده؟ مين خلص تمثيل؟ مين ما خلصش؟ هي دي اخر حاجة، اخر حاجة وتروحوا على طول. مين هتطوع يعمل لنا الفيسبوك جروب؟ مين ممكن يكون يا اما يعمله يا اما يساعد في المتابعه وكده وتلخيص وموتيفيشن وكده؟ مين يتطوع في حاجه زي كده؟ ياخد ثواب كتير، ثواب كتير. مين ممكن؟ طيب اخد انا اسم حضرتك. عايز موبايل؟ خلصنا ولا ايه؟ خلصنا؟ سجل لي بس رقم حضرتك. نعم؟ طيب ماشي. طيب بص بقى، ركز معايا. السيناريو اللي احنا عملناه في الاول خالص، اللي انا خدعتكم بيه، فاكرين لما كان جود لوكاليزيشن من ناحيه بس، جود لوكاليزيشن بس من ناحيه واحده بس. انا كان الهدف عني من السيناريو ده ان انا اختبر مهاراتكم التمثيليه. خلاص، مين كان في السيناريو الاولاني نجح في ان هو يشخص زميله؟ مين نجح؟ يعني مين نجح في تمثيل الهايب او على السؤال للجميع؟ او خلينا في السيناريو الاولاني. مين كان في السيناريو الاولاني المفروض ان هو بيمثل يرفع ايده؟ يرفع ايد واحده. طيب مين اللي منهم نجح في ان هو يمثل؟ لا خلي ايدك مرفوعه عشان اشوفها، خلي ايديكم مرفوعه. طيب مين نجح في التمثيل يرفع ايدين الاثنين؟ طيب مين نجح؟ خلاص كله ينزل. مين نجح في التمثيل؟ نجح في ان هو يمثل والتاني شخصه. طب مين ما نجحش؟ هي ما عملتش اصلا، ما وصلتش للنقطه دي. طيب تيجي مع التدريب. طيب انا قلت لهم ان جهازكم سكيل 3 5 5 في المجموعتين. في المجموعه الاولى قلت خلي بالك في جود لوكاليزيشن من الناحيه الشمال، ومثل هايبوتونيا وهايبرفلكسيا عاديه بلدي. المجموعه الثانيه نفس الحاجه بالظبط، وبرده اي بي سي دي كله تمام، بس الفرق بس، وبرده جهازكم سكيل 3 5 5. وقلت لهم برضه جود لوكاليزيشن نفس الحاجه، بس قلت لهم يعملوا ايه اول مرتين التون ايه حلو هايبوتونيا تمام، وبعد كده يرجع تاني التون ايه طبيعي ايه. خلاص، وبعد كده يرجع تاني ايه هايبوتونيا. خلاص، اللي بيعمل كده ده غالبا ايه هيستيريكال، بيحاول ايه يضحك عليك. لما تلاقي ده في الهايبوتونيا ممكن يبقى تريكي شويه، انما لما تلاقيه في الهايبرتونيا لا ده يبقى بيهرج. الهايبوتونيا ممكن هو يعني يكون كونشس شويه فيعمل شويه مصر كونتراكشن يقاومك عادي، بتحصل عادي مفيش مشكله. انما لما تلاقي حد عنده هايبرتونيا وبعد مره واحده خلاص، وبعدين هايبرتونيا كتير 10 مرات كده، ومره واحده
يبقى الشخص ده ايه؟ بايه؟ بيحاول يصيع عليك. خلاص؟ او هو هيستلك. اللي هيستلك دول على فكرة بيبقى غلاب. سلو. هو بيبقى سبق العقل الباطن مسيطر عليه، مخليه يقتنع هو شخصيا في عقله الواعي بان في حاجة فعلا موجودة. اوكي؟ حد عنده اي استفسارات؟ اللي هيعمل لنا الفيسبوك هيبقى الدكتور من بنها، مش حد من القاهرة ابدا كده يتطوع معاه، ما هو هيتطوع طبعا. فيسبوكاوي؟ فيسبوكاوي جامد متوسط. طيب ربنا يخليك. طيب يبقى الدكتورين هيعملوا هيشرفوا عليها، ومستنيين نشوف فيدباكاتكم بقى على الفيس هنعمل لكم انفايت عليها. ممكن نسميها مثلا نسميها ايون بيشنت سيناريوز. خلاص نفكر لها في اسم، نسمي لها ايون بيشنت. يا جماعة خلاص خلاص، بصوا هنسميها حاجة لها علاقة بآي اون بيشنت. خلاص فانتوا هتدخلوا تدوروا على ايه؟ على فيسبوك جروب اسمها آي اون بيشنت. بي دي ان اي، يعني هنكتب آي اون بيشنت وبي دي ان اي، وبعدين هنكتب ايه؟ بروجكت. نسمي البروجكت له اسم ما يعني. السلايدز السلايدز دي مش انا اللي عاملها لوحدي خالص، انا بس يعني شاركت في الافكار بتاعتها، وفي ناس كتيره بعد كده شاركوا فيها وعملوها وحاجه زي كده، فهي ملك المروح بالايه؟ بال احسن سورس ممكن تقرا منه هو اكسفورد ايمرجنسي، وقبليه اقرا الايروبيان ريسيشن كونسل مانيوال اللي هو بيدرسوه في الايمرجنسي كورس بتاعه اللي هو الادفانس لايف سبورت. في كورس اسمه في كورس اسمه اي ال اس ايميديت لايف سبورت، كلكم بتاخدوه في الاطباء الامتياز في القاهره، هو اجباري عليهم. خلاص ممكن تروح للال ار سي اللي هو ليرنينج ريسورس سنتر اللي هو المبنى الشيك اللي هو ورا الاناتومي والكلام ده، وهناك ايه تسأل على الكتاب هتلاقيهم بيبيعوه هناك. الناس اللي بره القاهرة، الناس اللي بره القاهرة كم واحد من الموجودين؟ ايه ده كتير قوي. طيب طب ما حدش منكم ساكن قريب من القاهرة يعني يقدر يجي ينزل مرة في الاستقبال بتاع القاهرة؟ طيب ما تعملوا كلام تعملوه في بنها. اللي يعرف طب كويس، يبقى تنزلوا في الطوارئ عندكم في بنها، وبعدين نعمل فيدباك برضو على الفيس.